وبالتالي الراجل اليوم الخميس لو خلص هيسافر وياخد اجازته. في قرار في النادي الاهلي ان سامي قمصان هو اللي يكمل الباقي المباريات المتبقيه. لو تفتكروا هرجع لكم بالذاكره ايام مانويل جوزيه نفس القصه حصلت. جه مانويل جوزيه خلص الموسم وخد الدوري وراح مسافر على البرتغال وساب الفرقه. كان الاهلي عنده ماتشات مهمه جدا جماهيريا لكن مش مأثره على فوزه ببطوله الدوري. كان عنده زمالك واسماعيلي من ضمن الماتشات المتبقيه وخسرهم على فكره الماتشين، خسر زمالك وخسر اسماعيلي. بس مانويل جوزيه قال لك انا ما عنديش مشكله، انا خلصت، انا بلعب على بطوله مش بلعب على ماتشات. وساعتها كان حصل بعض انتقادات من الجماهير وقتها، لكن هو الراجل قال لك انا بلعب على بطوله وخدت البطوله. بمناسبه بقى النادي الاسماعيلي من الانديه الموافقه النادي الاسماعيلي انه يلعب طبعا، خليني اروح دلوقتي لعضو مجلس اداره النادي الاسماعيلي، واحد من نجوم نادي الاسماعيلي بجد، واحد باك ليفت كان فظيع فظيع، يعني اللي يعدي منه ده يبقى اصلا هو كمان لعيب مش عادي يعني. كابتن محسن عبد المسيح عضو مجلس اداره الاسماعيلي، مساء الخير يا كابتن محسن. مساء الخير يا محمد. زيك ومبروك لقناه اون تايم سبورت وجودك فيها طبعا، منور حبيبي يا كابتن محسن. كابتن بس محسن بس هي متاخره شويه. لا ما انتم مش فاضيين، عندكم احتفالات بالمئويه فمش فاضيين انا عارف. كابتن محسن انتم موافقين تلعبوا الكاس بمواعيده اللي حطاها اتحاد الكوره؟ هو بس انا عايز يعني اقول لحضرتك ان ما كانش فيه اوبشن ان احنا نقول مش هنلعب الكاس. هو اتحاد الكوره مقرر ان الكاس هيتلعب، لكن بيشوف اراء الانديه ال 16 اللي حضرت. هو بس الاهلي ومودرن اللي ما حضروش. الاهلي ومودرن ما حضرش ومعاهم سموحه وفاركو اعتذر عن الحضور. دول الاربع انديه اللي غابوا النهارده عن التصويت. والحقيقه نادي الزمالك هو النادي المصري الاثنين قالوا نفس الاسباب ان احنا لعيبه بعيد اللي يتفق وما بيقولش ان هو مش عايز يعني يلعب الكاس، لكن لعيبتي مرهقه وما عنديش لعيبه، وانا في الدوري زي ما انتم شايفين انا شاركت لعيبه من 2005، انا يعني هجيب منين؟ لكن طبعا هو اتحاد الكوره هو اللي ليه الحق الاصيل سواء هياخد القرار طبعا يلعب كاس او لا. انا شايف ان الكاس في امور تسويقيه تخلينا ما نقدرش نلغي او ما يقدروش يلغوا الكاس، لكن انا شايف وجهه نظري الشخصيه ايه المشكله ان الكاس يتلعب بدون الدوليين؟ لان عشان الكاس يتلعب اتحاد الكوره عامل انه ينتهي يوم 30/8 مظبوط عشان خاطر الانديه الافريقيه الاهلي والزمالك والبيراميدز والمصري يقدروا الكاس يطلع عندهم يوم 31. لان لو ما ايدش يوم 31 وعدى اليوم، لو بدينا دخلنا في شهر 9 اي لعيب هيأيده في شهر 9 مش هيلعب الادوار التمهيديه، مش هيلعب غير في دوري المجموعات. مظبوط. فكده الانديه دي هتخسر. عشان كده اتحاد الكوره ضغط السكادول بتاع الكاس ان هو يخلص 30/8. تمام. طبعا احنا انا يعني كنادي اسماعيلي او اي حد ما مش في ايدينا ان احنا يعني نرفض. ما عندكش رفاهيه ان انت تقول لا، ما عندكش الرفاهيه دي. بالظبط يعني بالزبط. انا شايف الموضوع كاس استثنائي. ايه المشكله؟ مصلحه الكره المصريه ان احنا تمام معلش، ما هو موسم كمان استثنائي، احنا بقى لنا تقريبا من ايام القرون واحنا في مواسم استثنائيه. قرار خاطئ للاسف المسؤول في اتحاد الكوره ان احنا نلعب الدوري. تمام. كملنا الدوري وعانينا ان احنا ما وصلناش كاس عالم عشان الدوري اكتمل. كابتن حسام البدري ما قدرش يعمل ماتشات حبيه على اساس ان احنا ناخد ممكن بوينتس تعلينا، اضطرينا ان احنا نبقى سادس افريقيا. حصل ورحنا في مجموعه صعبه وحصلت المشكله. لعبنا مع السنغال. مظبوط. احنا كان ممكن نبقى فوق نيجيريا. مزبوط. لو كنا لعبنا ماتشين حبيين كسبنا ماتش منهم كان يعدينا نيجيريا وتبقى نيجيريا هي السادس واحنا الخامس. ده صح. فاحنا لامتى النهارده؟ احنا بنعمل الكوره دي عشان منتخب مصر يبقى قوي. تمام. الغرض اتغير على فكره، بقى في حاجات اهم من المنتخب. بس انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن محسن. اتفضل. ما هو انت مش الاسماعيلي بتاع زمان. انت لو الاسماعيلي بتاع زمان ويبقى عندك خمسه سته في منتخب مصر
اعتقد ان الاسماعيلي ما كانش هيبقى رده كده برضه. يعني انا بكلمك بكل وضوح، اسماعيلي لو في نجومه الكبار واسماعيلي اسماعيلي اللي احنا نعرفه، اعتقد ان الاسماعيلي ده كان هيتحط في نفس الموقف دي، وبالنسبه له كانت الامور هتبقى صعبه جدا برضه يا كابتن. انا برضو هفكرك، الاسماعيلي طيب ملوش انياب. هفكرك ببطولة بنلعب بطولة افريقيا، وحبينا ناخد 3 لعيبة من من المعسكر. المنتخب الناشئين، كان كابتن حسن شحاته وما توافقش ان هم يصبوا يلعبوا وهم تحت ناشئين تحت 19 سنة. والاسماعيلي يعني ما قدرش يعمل حاجة، خلاص هنعمل ايه؟ منتخب مصر رغم ان هو مش ماتش ده، في تدريبات استعدادات، ولعبنا وخسرنا من غير ال3 لعيبه. يعني انا مش عايز اذكر يعني طيب كابتن محسن، عايز اسالك بقى سؤال مهم جدا، وده الموضوع اللي شاغل الراي العام والكلام فيه كتير جدا، سواء على مواقع او سواء في البرامج او موضوع عمر الساعي. الاسماعيلي منفتح على بيع عمر الساعي، ولكن الاسماعيلي محدد مبلغ وقيمه محدده. الاسماعيلي عنده مشاكل، الاسماعيلي عنده بعض القضايا اللي عايز يحلها، الاسماعيلي عايز يبدا موسم جديد في شيء من الاستقرار، فما عندوش مانع ان عمر ممكن يخرج ولكن بقيمه محدده. الكلام ده مظبوط؟ احنا طبعا كمجلس اداره ما عندناش اي مشكله ان انت تستثمر في لعيب يتباع وفك القيد، وممكن تجيب كمان لعيبه اضافه موجوده. تمام. لكن ده لازم يدرس كويس، انت هتبيع اللاعب ده جوه مصر ولا بره مصر، هيجيب قد ايه، كل دي امور بتبقى على ترابيزه مجلس الاداره وبتطرح، وبنشوف ايه الصالح للنادي اللي بنعمله. تمام. هل الاهلي مقدم عرض رسمي لعمر؟ لا، ما قدمش عرض رسمي. لا، ولا مجرد تليفونات كده بين المسؤولين هنا والمسؤولين هنا؟ مش هرد. مش هترد. طيب بيراميدز مقدم عرض كبير جدا ماديا لنادي الاسماعيلي بخصوص عمر الساعي؟ برضو انا سمعت ده، لكن رسمي انا ما شفتوش. ما شفتوش لكن سمعته. سمعته طبعا، صح، وعلى قناتكم الفاضله. تمام. طيب لكن الحقيقه ما شفتش حاجه رسميه جدا. الزمالك داخل في الصفقه؟ انديه داخله طبعا، لكن احنا بنشوف الاول قولي حاجه مصلحة جايه الاسماعيلي بره مصر، طبعا هيبقى احسن للولد واحسن لنا. تمام. لكن هو وارد، بس يكون في حاجه لصالح النادي الاسماعيلي فعلا تدرس، وان دي هتساعدنا او هتساعد النادي الاسماعيلي. ما فيش مشكله، كل بيطرح على الترابيزه مجلس الاداره وبناخد القرار لصالح النادي طبعا. اكيد. اياد العسقلاني اخباره ايه؟ كويس. هل ممكن نشوفه في النادي الاهلي الموسم اللي جاي؟ ده يسال عليها يعني اياد. اياد هو اياد مفروض ان هو ماضي مفروض سنتين. تمام. يعني في النادي الروسي. النادي الروسي بالظبط. واحنا كاتبين شرط ان هو لو رجع يعني مصر ما يلعبش غير للنادي الاسماعيلي، لكن انا ما اعرفش قانونية دوت. لا لا، الكلام ده غير قانوني. يعني سالنا فيه قالوا الكلام ده غير قانوني، يعني احنا يعني عملنا اللي علينا، يمكن يطلع قانوني بعد سنه يعني. طيب بالنسبه للنادي برضو الاسماعيلي، كابتن ايهاب جلال مستمر الموسم القادم؟ طبعا دي موضوع تبقى لوقتها، انت عارف الموسم لسه ما خلصش. بس خلاص الاسماعيلي قاعد في الدوري والدنيا تمام الحمد لله. تمام. مجلس الاداره طبعا بياخد تقرير من رئيس قطاع الكوره، طبعا الكابتن علي ابو جريشه وكابتن عماد سليمان وبناء عليه، وكابتن طبعا ايهاب جلال بيحط التقرير بتاعه بناء عليه بناخد القرار. كابتن محسن عبد المسيح شخصيا يتمنى استمرار ايهاب جلال؟ ايهاب جلال طبعا جيد، لكن اتحط في ظروف صعبه معانا. طبعا ظروف صعبه جدا. اي مدير فني يعني
يصعب ان يشتغل في المناخ، ان هو ايد مقفول مفيش عقلت. طبعا. لكن قدر ان هو يعمل فرقة بتبقى حتى انت حاسس ان ممكن الاسماعيلي يجيب جول، تلعب كرة احسن بصرف النظر عن النتائج. يعني في نتائج كتير ما جاتش لصالحنا، ما نتغلبش فيها، بنتغلب اخر خمس ماتشات احنا لاعبينهم من 15 بونت واخدين بونت واحد. ظروف برضو لاعب اربع مباريات بره ملعبك، ست اول مباراه اللي هي في الشوط، بعد كده لعبت المصري في برج العرب، بعد كده طلعت السيراميكا اتغلبت بالبنالتي برضو كده، لعبت الزمالك كنت كسبان وللاسف اتغلبت 2-1، وبعدين تعادلت مع الجونه في ملعبك، وبعدين اتغلبت من بلديه المحل. فالاربع ماتشات بره ملعبك انت عارف الحزايم دي بتعمل يعني خطه شويه مشاكل شويه، وخصوصا ان هم يعني قليل الخبره صغار السن. لكن انا بشوف ان رجليهم بتتقل في الملعب. يعني من وجهه نظر حضرتك ان ايهاب جلال هو الانسب للاسماعيلي الموسم القادم مع بعض تدعيمات الامور هتختلف كتير، صح كده؟ اكيد اكيد طبعا التدعيمات الامور تختلف، لكن ده برضو قرار مجلس اداره. اوكي اوكي انا مش مختلف مع حضرتك، بس انا بقول لأن رايك. أنا ممكن انت انا اقول حاجه لكن الاغلبيه اوكي خلاص طبعا طبعا. لكن عبد الرحمن مجدي، عبد الرحمن مجدي واحد نجم الفريق بصراحه، يعني لعيب كبير ولعيب هايل وماشي بشكل كويس جدا، لكن حضرتك شايف برضو ان هو من اللعيبه اللي ممكن تخرج عشان الاسماعيلي يستفيد، عشان الاسماعيلي يخلص المشاكل اللي عليه الماديه، ولا عبد الرحمن مجدي مفيش تفريط فيه؟ انا قلت لحضرتك ان ده لو فيه عروض موجوده ده بيطرح على ترابيزه مجلس الاداره وبنشوف هل ده صالح للنادي الاسماعيلي او لا. ما انت خلي بالك ان انت عندك قيد مقفول. اه انا عارف. هل انت البيع ده هيسدد لك القيد ويبقى معاك فلوس تقدر تشتري لعيبه تعوض بيها اللعيبه دي ولا لا؟ طيب. لان لو ده مش هيحصل يبقى ده ملوش لازمه. ده طبعا ملوش لازمه اصلا. فانا قصدي انا مش عارف ايه اللي جاي وايه المطروح. لما يطرح ده هيتحط على الترابيزه ويتاخد فيه قرار، اكيد القرار هيكون لصالح النادي. اكيد ده انا بقول لك ده مليون في الميه. أكيد. هيكون لصالح النادي الاسماعيلي. اكيد. كابتن محسن عبد المسيح بشكرك. كابتن محسن عبد المسيح عضو مجلس اداره النادي الاسماعيلي. طيب جوميز بقى شخصيا، هروح بس كده الحاجه بسرعه، شخصيا مش عايز يلعب الكاس. انا بقول لكم بوضوح جوميز نفسه مش عايز يلعب الكاس ككوتش وكمدير فني وكمصلحه فريق والكلام ده، هو مش عايز يلعب الكاس. لكن قال لك في الاخر انا بلغت الاداره والقرار مع الاداره. ده جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك. القصه ازاي اتحاد الكره عايزه تمشي ازاي بالنسبه للكاس؟ الفتره كلها من 18 من 8 ل 21 ده دور ال 16، 24 اغسطس دور ال 8، 27 اغسطس سيمي فاينل، و 30 اغسطس ده النهائي. بالتحديد بقى الماتشات الخميس 8 اغسطس بيراميدز وابو قير للاسمده، الجمعه 9 اغسطس ترسانه وجونه بنك اهلي ومصري، الثلاثة 20 اغسطس الاهلي وفاركو، ده ان لعب الاهلي، دقين لعب الاهلي وصعب جدا يلعب الاهلي، ومودرن سبورت مع امبي، الاربع 21 اغسطس سيراميكا وزد، زمالك جيش، اسماعيلي سموحه. ده بالنسبه لي الاخبار. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي قال انا لست سعيدا بتعاقدات النادي الاهلي، ده في المؤتمر الصحفي في الماتش اللي فات بتاع البقاولين العرب. خليني اقول لحضرتك كده باختصار، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي زعلان جدا من تصريحات كولر. كابتن محمود الخطيب، كابتن حسن حمدي، ادارات النادي الاهلي المختلفه بتحب الكلام جوه الاوضه. افتح الباب وادخل الاوضه واقعد قول اللي انت عايزه. استقفل الباب وراك مش محدش يسمع حاجه. لكن الكلام على الملأ والوسائل الاعلام بيزعل اداره النادي الاهلي جدا، ودي مش اول مره
تحصل عموما حصلت من مدربين قبل كده وكان فعلا بيبقى نفس ردة الفعل. كابتن الخطيب متضايق من تصريحات كولر جدا وقال انه كان يجب عليه ان يبقى في الحوار بينه وما بين إدارة النادي الأهلي، سواء كان يتصل بكابتن الخطيب أو كان يتصل بلجنة التخطيط أو لكن كلام على الملأ كده مزعل الكابتن الخطيب. المهم الراجل نفسه زي ما بقول لحضراتكم، الراجل شايف ان في بطء في صفقات، ما يعني بيقول ما اعرفش عنها حاجه. لو تفتكروا صفقه عمر فرج الفلسطيني، الكلام اللي اتقال على السوشيال ميديا واتقال في على المواقع واتقال في البرامج ان عمر فرج نجم فلسطيني جديد بيلعب في ايك سويدي، المفاوضات انتهت لم يتبقى سوى الكشف الطبي. يومها الاهلي كان عنده ماتش مع البنك الاهلي، اتسأل مارسيل كولر ايه موضوع عمر فرج المهاجم الفلسطيني الجديد، قال لك مفيش الكلام ده خالص، ما زلت ابحث عن مهاجم جديد للنادي الاهلي. فهو الراجل مش مبسوط، الراجل شايف ان هو في طلبات معينه واسماء معينه طلبها بيتم التفاوض مع غيرها، فبالتالي الموضوع ده مضايقه. الاهلي هيسرع الوتيره، هيسرعها جدا الفتره اللي جايه، وابرزها يمكن ما اتكلمنا، واول حد اتكلم وطرح اسم جمال الشماخ كان الاستاذ عبد الحكيم ابو علم معايا هنا في البرنامج. لم يذكر اسم جمال الشماخ ده في اي وسيله اعلاميه غير في البرنامج هنا كان مع الاستاذ عبد الحكيم ابو علم، وهو قال في لاعب مغربي في حسنيه اغادير هو الاهلي بيفاوضه بعد مشكله او بعد التفاوض مش ماشي بالنسبه ليه النجم المغربي يحيى عطية الله. فخلينا نشوف الاهلي لازم يسرع الوتيره. الناس للاسف بتقول كلام انا مش عاجبني جدا، ان الناس شايفه ان كولر هيمشي مش هيرجع، الكلام ده مش هيحصل. الراجل ده محترم جدا، الراجل ده مدرب كبير جدا، الراجل ده ما عندوش مشكله ان ممكن يواجه ويقول انا مش هكمل. لكن حته ان الناس عماله تتكلم وان الاجازه دي 15 يوم كتير، ممكن ما يرجعش، ممكن مش عارف ايه ويبعت من بره، المدربين الكبار دول ما يعملوش كده. المدربين الكبار دول بيحافظوا على اسمهم، بيحافظوا على تاريخهم، بيحافظوا على البطولات اللي عملوها. كولر مش صغير عشان يعمل حركه زي دي، كولر مدرب كبير، مدرب محترم، مدرب حقق انجازات وبطولات للنادي الاهلي، فبالتالي ما اعتقدش انه ممكن يحصل حاجه زي دي خالص، لا يمكن. منعم حديث الساعة، منعم نادي نيس متمسك بمنعم، حاليا نادي نيس بيتفاوض مع النادي الأهلي. أنا شخصيا نفسي منعم يحترف، نفسي أشوف منعم في أوروبا، مش نفسي أشوف منعم في نيس، أنا نفسي أشوف منعم في الدوري الإنجليزي وفي نادي كبير لأنه يستحق. بوضوح والله بلا مبالغة، بلا مبالغه انا مش ببالغ، منعم مستواه يأهله للدوري الانجليزي وفي نادي كبير كمان، مش يلعب في نادي عادي، لعيب كبير ولعيب محترم يمسك كورته ستايل شيك وستايل جميل. فاعتقد منعم الامور ان شاء الله هتمشي، الاهلي مش هيقف في طريقه. الاهلي لو التفاوض مشي بشكل كويس ونيس بعد نيس قدمه قال لك ايه احنا موافقين على 4 مليون دولار بس يتقسطوا على 3 سنين، النادي الاهلي قال لك لا انا ما بشتغلش الشغل ده 3 سنين ليه ان شاء الله يعني. فالنادي الاهلي رفض الموضوع، التفاوض شغال، لكن انا عندي احساس ان شاء الله هيمشي ومنعم هيروح اوروبا ويبدا في نيس وياخدها واحده واحده لغايه ما نشوفه ان شاء الله في نادي كبير جدا جدا، لان زي ما بقول لحضراتكم ده كواليتي مش موجود دلوقتي. اللعيب المدافع القوي الشيك، اللمسه الحلوه، الباس السليم، الكره السليمه، الثقه في النفس، التقل على الكوره، نادر قوي لما تلاقي الكلام ده دلوقتي. مش في مصر بس، انا مش بتكلم، انا بتكلم حتى في اوروبا، يعني ما تلاقيش المدافع بالامكانيات دي كلها. فقلت لحضراتكم باختصار النادي الاهلي قال لي لو الرقم وصل لستة احنا موافقين، خلاص 6 مليون دولار احنا موافقين مباشره وما فيش مشكله، هنشوف التفاوض بالنسبه لمنعم، لكن الامور ماشيه للافضل والاحسن يعني بالنسبه للتفاوض. علي معلول طبعا وقع على عقد جديد للنادي الاهلي، عقد احترام اسمه انا بسميه عقد الاحترام، عقد التقدير لثمان سنوات كلها تعب وشقى ولعب بروح وبقلب، ولعيب فعلا قدر قيمه التيشيرت اللي هو لابسه وفعلا كان عنده حسن ظن جماهير النادي الاهلي. علوله يستحق ان يبقى موجود في النادي الاهلي؟ اه
يستحق التقدير والاحترام، وان الاداره تقدره هذا التقدير، وان هي تديله عقد في هذا التوقيت الصعب عليه باصابه صعبه، باصابه من الاصابات الوحشه في الكوره. لكن فعلا علي معلول يستحق، علي معلول قيمه كبيره جدا فعلا، يستحق كل تقدير واحترام من جمهور النادي الاهلي رقم واحد، ومن اداره النادي الاهلي، لانه فعلا نموذج كده للعيب المحترف. ده بالنسبه لعلي معلول. زي ما قلت لحضراتكم ان كولر خد قرار اجازه 15 يوم بالنسبه له والسبعه اللعيبه اللي قلتهم لحضراتكم عليها، وسامي قمصان هو اللي هيدير المباريات المتبقيه في الدوري. زيزو لعيب كبير قوي، لعيب كبير قوي بجد، ورائع، وأدى بطولة حلوة قوي. يعني زيزو مشي مع رتم منتخبنا، الرتم التصاعدي، البداية مش حلوة، زاد أحسن أفضل لغاية ماتش امبارح، عمل ماتش كبير قوي. نادي الزمالك بيستعد لتجديد عقد زيزو، هيقدم له عرض محترم جدا. فزيزو اعتقد ان اداره الزمالك طبعا متمسكه بيه تمسك شديد كبير جدا، لانه لعيب هايل بصراحه. ونادي الزمالك حاليا بيجهز بنود العقد وتفاصيله لزيزو، اول ما يرجع من الاولمبياد ان شاء الله يبقى فيه تجديد عقد زيزو مع نادي الزمالك. منتخبنا الوطني الاولمبي عايز اقول ان الناس دي يستحقوا كل تقدير واحترام. المدير الفني المحترم ميكالي رائع ومميز وكوتش. ساعات الكرة بتبقى قاسية، السيناريو بيبقى قاسي جدا، يعني سيناريو بيبقى صعب عليك، السيناريو بتاع الماتش. وفعلا السيناريو امبارح كان قاسي علينا قوي، ماشيين كويس قوي الشوط الاولاني، عملنا شوط رائع جدا، بنمسك الكرة وبنتقل عليها ونبصيها ونطلع بيها من ورا، شغل رائع، كرة شغل مدرب علم الشباب دول الكرة، وفعلا كنا ماشيين بشكل حلو قوي. وبعد كده محمود صابر بيطلع صاروخ بجد، بنتقدم 1-0 والدنيا بتمشي حلوه قوي معانا، ماشيه زي الفل. فتيجي ان احنا يحصل التعادل بخطا ساذج، ما اقدرش اقول غير كده. طول الماتش المسافه ما اتفتحتش ما بين حسام عبد المجيد وما بين عمر فايد بالشكل ده، كل الشغل بتاعنا كان كومباكت. معرفش الدنيا اتفتحت كده ليه في الكوره دي، وحصل التعادل ومش تسلل. وبعد كده خلاص عمر فايد بيعمل خطا، ما ينفعش يا عمر، ما ينفعش، انت لعيب دولي، انت لعيب دولي يا عمر وراجل محترف بره، ما ينفعش انك تاخد انذار مجاني وبعد كده بتضطر تعمل فاول، بتضطر غصب عنك، واي حد مكانك هيعمل الفاول ده، فبتاخد الاحمر والدنيا بتتأزم أكتر. يعني أنت مش كفاية السيناريو الصعب اللي شغال، لأ ده أنت الدنيا بتتأزم عليك أكتر. وخسرنا الماتش 3-1. هارد لك، سيناريو صعب، سيناريو قاسي جدا، طموحنا وصل السما لأنكم تستحقوا فعلا أن أنتوا تمثلوا مصر، لكن هارد لك، ما مش هقدر أقول غير كده. لكن لسه عندنا الأمل في البرونزية، عندنا أمل إن شاء الله قدام أمام أشقائنا وأحبائنا المغاربة، فيش أي مشكلة. ديربي من الدربيات العظيمة جدا في الكرة اللي بتجمع ما بين مصر والمغرب، دايما بنتنافس مع بعض، لكن احنا حبايب وأشقاء. مباراة هتبقى كبيرة جدا يوم الخميس الساعة 6، هنستمتع بيها كلنا إن شاء الله. بس يعذروني بقى أخواتنا المغاربة، إن شاء الله هنكسبكم، معلش بقى دي مصر، هنكسب بإذن الله وهناخد برونزية إن شاء الله، ومصر كلها تفرح يوم الخميس بإذن الله تعالى والفوز بالبرونزية. والمغرب على فكرة برضو نفس سيناريو مصر، ماتشها مع اسبانيا الشوط الاولاني هم الافضل والاحسن واكثر سيطره وجابوا جول، والشوط الاولاني خلص 1-0، بعد كده اخطاء ساذجه، بالذات برضو الجول الثاني خطا ساذج جدا، الراجل عدى من ناحيه اليمين ودخل، محدش بيقول له انت رايح فين، يعني طب انت رايح فين، مفيش، دخل وشاط وجاب جول، برغم ان المغرب والله عامله ماتش رائع رائع جدا. لكن هارد لك يلا نلعب احنا الاثنين مع بعض، مصر والمغرب، وباذن الله نعمل مباراه الدنيا كلها تستمتع بالكره الافريقيه، ويشوفوا الكره الافريقيه ما بين مصر والمغرب، وديربي عظيم جدا من الدربيات اللي دايما بنستمتع بيها، سواء اولمبي سواء اول سواء على كل المستويات بصراحه. وان شاء الله مصر تفوز. رحنا لنانت،
احنا منتخبنا طار لنانت عشان ماتش المغرب، قلت لكم الخميس الساعه 6. ان شاء الله عندنا 2 غيابات بالنسبه لمنتخبنا الاولمبي، عمر فايد الطرد طبعا المجاني يا عمر هارد لك معلش، واحمد عيد طبعا الاصابه بالتبزق في الخلفيه، سلامتك الف سلامه. مش عايز انسى رجالتنا بكره، ما بقولش عليهم غير الوحوش، رجالتنا بكره في الهاندبول، ماتشنا بكره مع اسبانيا ميعاده غلس الساعه 11 الصبح، كنا عايزينه بالليل لكن للاسف هو الساعه 11 الصبح. ان شاء الله باذن الله هنكسب اسبانيا بكره، ولو كسبنا اسبانيا بكره ما عندكوش حجه يا رجاله ان شاء الله ان انتوا تجيبوا لنا ميدالي. 10 ونص اوكي انا اسف 10 ونص ان شاء الله رجالتنا بكره يكسبوا اسبانيا. احنا عملنا دوري مجموعات رائع واكثر من رائع بما فيهم الدنمارك اللي هي بطلة العالم، احنا عملنا قدامها شوط تاني يتدرس يتدرس. طبعا في حساب انا ما بحبهوش، لكن لو حسبنا كل شوط لوحده هتلاقينا احنا كسبانين الشوط التاني فرق 8، بس طبعا ده كلام هزار يعني، احنا المهم التوتال يعني، لكن انا بقول لكم يعني لو احنا حسبنا نتيجه الشوط التاني في ماتش الدنمارك هنبقى احنا كسبانين فرق 8 يعني. المهم فرنسا اتعادلت معانا في اخر 5 ثواني، كسبنا النرويج وكسبنا المجر وكسبنا ارجنتين، اتعادلت معانا فرنسا، خد بالك من النقطه دي، اتعادلت معانا فرنسا. ان شاء الله باذن الله موفقين رجالتنا بكره 10 ونص الصبح باذن الله باذن الله باذن الله. محمد علي وكاتونجا وكل النجوم ويحيى خالد، ومش عايز انسى حد، انتوا لعيبه كبيره كلكم، ان شاء الله تشرفونا بكره ومصر تكسب بكره، وان شاء الله نبقى موجودين في السيمي فاينل، وبعد كده نتكلم عن ميدالية لرجاله الهاندبول. دي شويه تفاصيل كده بسرعه وشويه اخبار كده ونحطكم في الصوره، لكن عندنا صوره جميله، صوره مبهره، تابلو رائع، تابلو ممتع، ممتد لاخر الشهر، تابلو فني ثقافي ترفيهي كل حاجه، كل اللي انت عايز تقوله قوله، اللي عايز تستمتع بيه مهرجان العالمين، العالم عالمين. تعالوا نروح دلوقتي هناك وعلى الهوا زميلنا خالد رزق يحطنا في الصوره، ايه الاخبار، ايه التفاصيل، ايه الاحداث، ايه اللي بيحصل، ناس مستمتعه، ناس بتتابع ازاي الماتشات على فكره، والماتشات مصر مثلا زي امبارح. خلينا نشوف مع خالد رزق تفاصيل مهرجان العالمين، نتابع مع بعض خالد رزق. برحب بيك طبعا زميل عزيز كابتن محمد الليسي، وبرحب بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. زي ما انت اتكلمت على اجواء ممتعه بنعيشها من العالمين الجديده، خليني اقول لك ان يوم بعد يوم بيزيد عدد المتواجدين في العالمين الجديده بيستمتعوا في المنطقه الترفيهيه وعلى الممشى السياحي، بالتاكيد بكل الاجواء اللي موجوده داخل العالمين الجديده. بيكون موجود ايضا بعض الالعاب الترفيهيه اللي بتضاف في المنطقة الترفيهية، زي النهاردة بيتواجد عجل مصر اللي موجود وبدأ ينتشر في الممشى السياحي والمنطقة الترفيهية، بالتأكيد سعادة كبيرة جدا من كل المتواجدين. أيضا احنا متواجدين بالقرب من الشاشة العملاقة اللي بيتم إذاعة عليها مباراة منتخبنا الوطن المصري الأولمبي، وزي ما حضرتك كلمت وقلت إن بيكون في أيضا اهتمام بمباراة منتخب مصر، وعايز أقول إن كمان بيكون في اهتمام بكرة اليد، ولكن طبعا بكرة المباراة هتكون الساعة 10:30 صباحا، فهيكون صعب ان تكون الشاشة شغالة، واكيد الوقت دوت بالتحديد بيكون وقت البحر والشمس والجو الجميل، فبيكون المتابعة بكرة هتكون شوية صعبة، ولكن اعتقد ان هيكون في عدد كبير جدا من المتواجدين هيتابعوا على موبايلاتهم او على شاشات التلفزيون من المنازل، بالتاكيد مباراة كرة اليد. ايضا امبارح كان اجواء مميزة جدا لمباراة منتخبنا الوطني اللي بدأت بفرحة كبيرة وباهتمام كبير وعدد كبير من المتواجدين ومتابعة المباراة، وبعد الهدف الاول عايز اقول ان المنطقه هنا كانت يعني كلها ناس بتجري وفرحانه وناس بتستمتع بالاجواء بعد الهدف الاول، لكن طبعا مع نهايه المباراه كان في حاله من الحزن، ولكن الشيء المضيء في الموضوع الشيء الايجابي ان الناس بعد الحزن اللي كان موجود ولكن بيتكلموا بصوره ايجابيه جدا عن اداء اللاعبين المنتخب المصري الاولمبي، وعن هم لاعبين رجاله قدروا ان هم يلعبوا بصوره قويه جدا ويكون ادائهم مميز. الناس مش زعلانه من لعيبه المنتخب ولا زعلانه من ميكالي المدير الفني للمنتخب المصري الاولمبي، ولكن طبعا في حزن كبير على ان مصر كانت تستحق ان هي تفوز، ولكن اخطاء فرديه واخطاء بسيطه بالتاكيد، ولكن بتكلف منتخبنا الوطني الكثير، ولكن طبعا في حاله من التفاؤل الكبير جدا في ديربي افريقيا هيكون قوي جدا بالتاكيد، وهو امام المنتخب المغربي الشقيق، ولكن طبعا كل الناس بتنتظر يعني اداء رجولي ومميز من المنتخب
المصري في المباراه القادمه يوم الخميس ان شاء الله امام المنتخب المغربي، وان ان شاء الله نحقق ميداليه برونزيه نستطيع ان احنا نعود بيها باذن الله من باريس، وان شاء الله هتكون يعني في ايجابيه. وفي بعض الناس اللي اتكلموا معايا ان المباراه طبعا بما انها هتكون في نانت الفرنسي ودي المدينه اللي بيلعب ليها مصطفى محمد واحد من نجوم مصر بالتاكيد، فاكيد هيكون في دعم من مصطفى محمد، ومن المتوقع يكون في بعض الدعم من بعض المحبين لمصطفى محمد في هذه المباراه. لكن طبعا هنشوف بقى الاجواء ساعتها تكون عامله ازاي، وطبعا في المنطقه الترفيهيه هيكون الشاشه هيكون عدد كبير جدا قدامها كالمعتاد، وكل بيكون مركز ومتابع جيد جدا لهذه المباراه. وبعد انتهاء المباراه بيبدا الناس يتحركوا، اللي بيروح مسرحيه، اللي بيروح عمل فني او بيشوف اي مسرحيه فنيه بالتاكيد. وايضا المنطقه الترفيهيه اللي زي دلوقتي اعتقد خلفي في الصوره هيكون باين ناس بتركب عجل، ناس بتلعب، ناس بتتبسط بالالعاب الترفيهيه. وعايز اقول برضو ان يوم الخميس هيكون في مباراه لمنتخب مصر الساق الواحد، هيعملوا فريقين وهيلعبوا ضد بعض، وهم لعيب على مستوى عالي جدا وبيقدروا ان هم يادوا اداء كبير. اعتقد ان هو هيلفت الانتباه في العالمين الجديده، وايضا نهائي يعني بطوله القاهره او منطقه القاهره لكره السله رجال وسيدات اللي هيتلعب النهائي ايضا في العالمين الجديده على الملعب الباسكت بول في العالمين الجديده. اصبحت العالمين الجديده منصه او ستيج او مسرح بيتم عرض ووجود فيه ابرز الفعاليات اللي بالتاكيد بتاخد صدى كبير جدا وبيكون في متابعه ليها كبيره من كل المتواجدين في العالمين الجديده. طبعا يعني بنعيش كل الاجواء لحظه بلحظه معاكم على شاشه اون تايم سبورت، واكيد هنكمل اجواءنا في الايام القليله القادمه، وهننتظر الحفلات القويه، حفله الهضبة عمرو دياب، مسرحيه النجم يعني كريم عبد العزيز هتقام في المسرح اللي خلفي، يعني يمكن بعيد شويه ولكن هو موجود في الخلف المسرح اللي كان بيقام عليه مسرحيه الشهره. هيبدا عرض الفنان كريم عبد العزيز مسرحيه السندباد يوم الخميس ان شاء الله، ويكون في طبعا تواجد قوي جدا من الحضور اللي هيستمتعوا بالنجوم على خشبه المسرح. يعني زميل عزيز محمد الليسي، دي كانت اجواء الكواليس من المنطقه الترفيهيه بالعالمين الجديده، وعوده مره اخرى للاستوديو. اشكرك يا خالد، شكرا جزيلا. دايما مصر منوره، ودايما مصر في اجواء رائعه في المهرجان العالمين الاقوى والافضل والاحسن في منطقه الشرق الاوسط بالكامل، ودايما نستمتع بالجمال اللي حضراتكم شايفينه على الشاشه ده. دايما تبقى حاجه مصر كده في حتة لوحدها خالص زي ما بنقول كده دايما. بمناسبة برضو مهرجان العالمين الجديدة، اللجنة العليا لمهرجان العالمين الجديدة بتعلن موعد انتهائه في 30 أغسطس، ولكن مش أي انتهاء بقى، باحتفالية كبرى. اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العالمين الجديدة أعلنت عن انتهاء فعاليات الدورة الثانية من المهرجان يوم 30 أغسطس، وذلك باحتفالية كبيرة هتضم مفاجآت مبهرة. وبعد كده بيصدر الستار عن الدورة الثانية اللي بدأت 11 يوليو الماضي. هتستمر لأكثر من واستمرت لأكثر من 50 يوم، هيقدم خلالها أو قدم خلالها الكثير من الفعاليات المتنوعة والمختلفة بين الأنشطة الرياضية، فنية، ثقافية، غنائية، مسرحية، بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات في مصر. هذا وبتضم اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العالمين الجديدة كل من الأستاذ عمرو الفقي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، وقصواء الخلالي مدير المهرجان والتخطيط والمحتوى، والأستاذ عمرو أحمد المدير التنفيذي للمشروعات والتنسيق، والأستاذ أحمد فايق المدير التنفيذي للمحتوى الفني والدرامي، ودكتور نشوى جاد مدير المواقع والتطبيقات الإلكترونية للمهرجان، والأستاذ فتحي بدري مدير المتابعة والتنظيم، والأستاذ طارق شرف مدير الأنشطة الترفيهية، والأستاذ علي مرعي مدير التسويق والرعاية الإعلانية، والأستاذ أمجد سلامة المدير المالي والإداري، أستاذ وائل عبد العزيز مدير العلاقة العامة أو العلاقات العامة آسف، والأستاذ محمود التوني مدير التشغيل والتنفيذ الإعلامي، والأستاذ محمد عبد الباقي مدير المركز الصحفي والإعلامي. كما شارك عدد من الشركات في إقامة وتنظيم المهرجان هذا العام، وهم بي اي اي جروب، يو ام بي، ايجيبشن اوت دور، بي او دي، تذكرتي، دي اس بلس، 30 ديجري، وكليكس. بياتي مهرجان العالمين الجديده في اطار استراتيجيه الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه لاطلاق مبادرات وطنيه، ومنها مهرجان العالمين الجديده، بهدف تسليط الضوء على التنميه العمرانيه، دعم التنميه البشريه في مصر، دعم فرص الاستثمار، التاكيد على دور القوى الناعمه في دعم جهود الدوله المصريه للتنميه وتقارب الطبقات وتحسين الخدمات وتطوير الوجهات السياحيه المختلفه. كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.
شهد المهرجان أيضا تعاون مثمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة عروضا فنية، ثقافية، رياضية، ترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة يو لايف ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التلفزيون، حيث شهد نسخة مهرجان العالمين 2024 فعاليات متنوعة ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، مباريات لأساطير ونجوم كرة القدم، كما يشهد المهرجان زيارة وزراء الحكومة المصرية وإطلاق مبادرات وشراكات استثمارية كبرى وتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمؤسسة والمنظمة لمهرجان العالمين الجديدة، وذلك في جولات ومؤتمرات مشتركة بحضور رئيس مجلس إدارتها الأستاذ أشرف سلمان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الأستاذ عمرو الفقي. كل التوفيق يا رب دايما، كل النجاح، كل الازدهار لبلدنا مصر في أي مجال وفي كل المجالات ومختلف المحافل ومختلف المهرجانات ومختلف في كل شيء. يا رب دايما كده مصر منورة بأهلها وبصحابها وبشبابها وبقيادتها، ودايما في خير وفي سعادة وفي حب، ودايما كده يا رب تبقى مصر أم الدنيا إن شاء الله دائما على طول. تعالوا دلوقتي بقى نروح لنقطة تانية، وهي نقطة عناويننا بقى زي ما تعودنا، بقى عندنا مجموعة أخبار كده مهمة جدا لازم نعمل عليها ستريس، مش ستريس بس، ده أنا لازم أجيب لك تفاصيلها تفاصيل التفاصيل فيها. تعالوا نتابع مع بعض زي ما تعودنا هذه الأخبار ونشوفها مع بعض. أول خبر معانا صفقة أشرف بن شرقي. إيه أخبار صفقة أشرف بن شرقي؟ حراسة مرمى الزمالك، مفاوضات ريان، مفاجأة يحيى عطية الله، بيراميدز وعلي ماهر. دي خمس أخبار عايزين نعرف تفاصيلها، وعايزين نعرف إيه اللي بيحصل، والكلام ده اللي بيتقال صح غلط، إيه التفاصيل هذه الأمور كلها. طيب تعالوا دلوقتي عند التفاصيل كلها، صديقي الصحفي هاني عبد الصبور هيحكي لنا هاني عصام هيقدم لنا هاني كل التفاصيل كل الأحداث. ونبدأ مع بعض. الأول أرحب بيك هاني، منور هاني وسعيد بوجودك معايا النهارده. حبيبي يا أستاذ محمد، عامل إيه؟ مبروك وخطوة موفقة وتكسر الدنيا كالعادة إن شاء الله. شكرك. هاني عصام، أول حاجة تمشي في الشارع كده أهو وأنت ماشي في الشارع تشوف أي واحد زملكاوي نفسك في إيه يقول لك بن شرقي؟ بص يعني أول حاجة يقول لك نفسي بن شرقي. بن شرقي حديث الساعة، كل جمهور الزمالك بيمني النفس بعودة أشرف بن شرقي. تاريخه رائع مع الزمالك. الموضوع فيه يا أستاذ محمد كواليس كتير. أول حاجة ناس كتير ما تعرفش، هتبقى مفاجأة، أن أشرف بن شرقي ووكيله هم اللي عرضوا العودة لنادي الزمالك. وكيله؟ وكيله هو اللي بدأ وبادر بالتواصل مع إدارة نادي الزمالك وبالتحديد مع كابتن حسين لبيب بشكل مباشر. وكيل أشرف بن شرقي هو اللي تواصل مع إدارة نادي الزمالك وبلغهم ان اللعيب ما عندوش مشكله وموافق ان هو يرجع نادي الزمالك. اللي خلاه يعمل كده، رقم واحد، اشرف بن شرقي ما عندوش عقود دلوقتي، ما فيش عقود قويه لاشرف بن شرقي، ما فيش حاجه جاده، كلام كله من بعيد لبعيد. وحتى العقود اللي جايه له، في بعض العقود ليه من انديه عربيه ومن تحديد من شمال افريقيا. هو بالتحديد اللي انا سمعته من الوداد ومن حسنيه اغادير عايزينه، بس الوداد بالذات عايزينه علشان كاس العالم للانديه، وحسنيه اغادير كمان داخل في اشرف بن شرقي. وحسنيه اغادير اللعيب ما عندوش رغبه دلوقتي انه يرجع الدوري المغربي ولا حته كاس العالم للانديه مش عايز الوداد. يعني الاولويه بالنسبه له مش عايز يرجع الدوري المغربي، مش عايز المغرب. طيب رد الكابتن حسين لبيب واداره نادي الزمالك، طبعا رحبوا بعوده اشرف بن شرقي، ولكن بالسياسه الماليه والالتزامات الماليه لنادي الزمالك. طيب الارقام كام؟ هقول لك الارقام بالتحديد. اشرف بن شرقي كان بياخد 2,300,000 دولار في الانديه اللي لعب فيها. وكيل اشرف بن شرقي لما تواصل مع اداره نادي الزمالك قال لهم اللاعب ممكن ننزل شويه، عنده استعداد يتنازل عن يعني 700,000 ل 800,000 دولار. الرقم النهائي ليه كام؟ اشرف بن شرقي عايز 1,500,000 دولار. كتير. طيب رد اداره نادي الزمالك في التوقيت الحالي رفضوا. طب قالوا اقصى حاجه، يعني بص عارف اللي هو يعني اقصى حاجه ممكن اعملها لك 1,000,000 دولار.
مليون دولار، وكمان المليون دولار ديت يعني مش اكيده، لكن الاكيد انا ممكن اديك 700 800. ازاي اداره نادي الزمالك خلاص يبقى هيمن داي مش موجود وسامسون بشكل كبير مش هيبقى موجود. طب عقود الاثنين، عقود الاثنين انا ممكن اوفر، بدل ما اجيب اثنين لعيبه اجانب بوفر العقود واتعاقد مع اشرف بن شرقي. وممكن كمان بالمناسبه ما يتمش التعاقد مع لاعب اجنبي جديد لو اشرف بن شرقي جه، يبقى اشرف بن شرقي المسلوسي الجزيري خلاص هما الثلاثه مكملين، ما يتمش التعاقد مع لاعب اجنبي جديد. فتفكير اداره نادي الزمالك ان انا اوفر. طيب موقف اشرف ايه؟ لا اشرف لحد دلوقتي متمسك بطلباته، عايز يرجع يعني نادي الزمالك. يعني متمسك بالمليون ونص، مليون ونص دولار. شايف ان انا كتير. كنت باخد 2 مليون و200 2 مليون و300 عشان اخد مليون، انا قللت 50%. طب اداره نادي الزمالك مش هتزيد عن ده. فالكوره في ملعب اشرف بن شرقي هو اللي يحدد موقفه. اداره نادي الزمالك كمان يعني عادي، جه ما جاش ما جاش، انا ما عنديش مشكله. مش ممكن ان احنا نسمع نشوف رجال اعمال دخلت حتى دفعت. لو رجال اعمال يا استاذ محمد، هم بالنسبه لهم انا عندي اوضه لبس وعندي سياسه ماليه وعقود، وفي لعيبه بجدد لها، وفي لعيبه عايزه تمشي، ولعيبه عايزه يتعدل عقودها بالظبط، وفي عواد، وفي اوباما وعواد، وحتى اللعيبه اللي موجوده دلوقتي ما ينفعش ان انا اجد لعيب رقم كبير زي ده. انا ممكن اديله مليون دولار، مليون دولار كمان مش نادي الزمالك اللي هيدفعهم كلهم، لا بعض رجال اعمال اعلانات شركات راعيه هتتحمل جزء من المبلغ، لكن في النهايه الكوره في ملعب اشرف بن شرقي يحدد قراره بشكل نهائي. وزي ما بقول لك اداره نادي الزمالك داخله تقيله في المفاوضات، يعني انت عايز تيجي التزم بسياستنا الماليه. في ميعاد محدد؟ لا مفيش رد معين ولا ميعاد محدد. يعني احنا مثلا مديناك 72 ساعه ترد علينا؟ لا خالص. على فكره يعني حتى في معظم الانديه العربيه والاوروبيه بدات فتره الاعداد، فاشرف بن شرقي لو كان جاي له حاجه كمان، ده اللي خلى اداره نادي الزمالك متمسكه، كان بدا فتره الاعداد، كان زمانه ما بيلعب ماتشات وديه. لحد دلوقتي اللعيب ما مضاش في حته ومفيش حاجه جايه له بشكل رسمي. طيب دي بن شرقي، نروح بقى لحراسه مرمى الزمالك وموضوع عواد. انا عايز اعرف عواد بعد ما اللي عرفته ان الكابتن حسين السيد قدم عرض رسمي لعواد وعرض اخير، وهي دي امكانياتنا، ايه الجديد اللي عندك؟ عواد مشكله داخل نادي الزمالك، ومشكله على فكره من 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 فتره، ربما ظهرت للاعلام والراي العام الساعات اللي فاتت والايام اللي فاتت، لكن موجوده من فتره. عواد بقى له فتره في نادي الزمالك مش عايز يجدد، متمسك بطلباته. الحارس الوحيد اللي ضمن بقاءه في نادي الزمالك طلبات محمد صبحي. هاني عواد بياخد 15 مليون بشكل واضح. الزمالك قال لك انا مش هقدر ادفع. الزمالك انا عواد ما ينفعش ان انا حارس يا استاذ محمد اديله 15 وحارس اديله 8، ما ينفعش، فلازم الاثنين يبقوا زي بعض. طب عواد الفتره اللي فاتت فين؟ عواد كلم اكتر من وكيل، ربما الكلام يضايق عواد لكن دي حقيقه وحصلت. عواد دور على عروض عربيه كتير وكلم اكتر من وكيل عن طريق الوكلاء. هو اللي طلب. عواد ما جالوش حاجه، ما جالوش اي حاجة. حتى يعني كان ما عندوش مشكله في بعض الانديه العربيه، لو مش دوري درجه اولى ما فيش مشكله. لكن ما فيش حاجه جات له، ما فيش حاجه رسميه جات له. طيب عواد دلوقتي موجود في مصر، مستبعد تماما، يعني ما بيلعبش. وانا ما ينفعش تفكير جوميز والاداره ان انا ما ينفعش عواد انت مش عايز تجدد وان انت تلعب وتتالق عشان تيجي لك عقود بره. لا ما ينفعش طبعا، يعني جوميز وجهه نظر ولا سواك بالظبط، وانا قدمت لك عقد مره واثنين وثلاثه، اللعيب مش عايز يجدد. طيب محمد صبحي الوحيد اللي ضمن البقاء، محمود الشناوي مستمر وقد يتم تعديل عقده كمان السنه الجايه مع نادي الزمالك. طب التفكير دلوقتي عواد لو جدد الزمالك مش هيتعاقد مع حارس مرمى جديد، لو ما جددش ايوه في بعض الاسماء المرشحه على راسهم احمد نادر السيد، يرجع من البرتغال، لا من اليونان بالظبط، يرجع من تجربه الاحتراف ويكمل مع نادي الزمالك. عبد العزيز برلعوطي من ضمن الاسماء المرشحه. محمد بسام حارس مرمى نادي سيراميكا كليوباترا، ومحمد شعبان اللي حصل نادي الزمالك اصلا على توقيعه من فتره حارس مرمى نادي طلائع الجيش. الزمالك وقع مع محمد شعبان، وقع مع محمد شعبان. دي الاسماء اللي الزمالك بفاضل. طب رقم واحد زي ما بقول لك احمد نادر السيد، واداره نادي الزمالك شايفه ان صبحي محمود الشناوي قدم مستوى كويس وعدل عقده مع احمد نادر السيد يكملوا، لكن عواد لحد دلوقتي عواد موقفه مش واضح، وده مضايق اداره نادي الزمالك. انت مش انا اللي اديتك العقد اللي انت بتاخده دلوقتي، انت بتاخد عقد كبير جدا. لا كان الاداره السابقه يعني اقول لحضرتك على مفاجاه، مش هو بس يعني ناصر منسي عقده يقترب من عقد محمد عواد. انا ابيض 15 مليون عقده كبير جدا، عشان ناصر منسي في يناير كان
قاب قوسين او ادنى من الرحيل. حصل. طلب من بعض الانديه نفس العقد اللي بياخده. مستحيل. رفضوا طبعا. مستحيل. يعني عشان كده ناصر منسي كمل، وناصر منسي لو هيكمل كمان السنه الجايه مع نادي الزمالك سيتم تخفيض عقده. مفيش لا مفيش لعيب في نادي الزمالك عقده هيزيد عن 10 مليون جنيه. عبد الله السعيد نفسه ان الناس فاكره عبد الله عبد الله متنازل عن اكتر من 50% من عقده في بيراميدز، عقد عبد الله مع نادي الزمالك حوالي 11 مليون جنيه، ده استثناء مثلا. فالكوره كذلك في ملعب محمد عواد هو اللي هيحدد القرار، لكن لحد دلوقتي اداره نادي الزمالك متضايقه من عواد. انا قدمت لك كل حاجه ومتمسك بيك. عرفت الكابتن حسين قال لك لكن انت مش عايز تجدد. بيتمرن؟ بيتمرن لكن هو مستبعد تماما، ومش هيشارك في اي ماتش لنهايه الموسم. هل احمد ياسر ريان قريب جدا من نادي الزمالك، خاصه ان جوزيه جوميز اتفرج عليه وابدا اعجابه بامكانيات احمد ياسر ريان؟ لحد شهر فات كان احمد ياسر ريان هو المهاجم الاول لنادي الزمالك الموسم الجديد. شهر فات اللي هو في يوليو. المفاجاه في لعيب يعني بقى رقم واحد عند اداره نادي الزمالك، محمود ممدوح. محمود ممدوح ده حرس الحدود. حرس الحدود. محمود ممدوح هو رقم واحد واثنين وثلاثة دلوقتي عند اداره نادي الزمالك. طبعا. يعني بالترتيب كده يا استاذ محمد هقول لك الترتيب، محمود ممدوح واحد، احمد ياسر ريان اثنين، اثنين احمد عاطف ثلاثة، احمد عاطف ثلاثة، دول الثلاث اسماء بالترتيب الإدارة نادي الزمالك حطاهم وبدات في التفاوض معاهم. لو محمود ممدوح انضم لنادي الزمالك الزمالك مش هتعاقد مع احمد ياسر ريان. خلاص خلاص الموضوع هيت. لكن المفاوضات موجوده. موجوده. وقع دلوقتي النادي الزمالك؟ لا لسه ما وقعش. طب المفاوضات مع حرس الحدود ماشيه؟ حرس الحدود ماشيه. حرس الحدود لسه صاعد بيحاول يحافظ على القوام الاساسي. عايز يعمل فرقه. طبعا. لكن اداره نادي الزمالك متمسكه بمحمود ممدوح. جوميز معجب بيه جدا، ما كانش عارفه وما كانش اتفرج عليه، بعد ما شافه واتفرج عليه متحمس ليه بشكل كبير. بالمناسبه كمان فيما يتعلق بالنادي سيراميكا كليوباترا، احمد رمضان بيكهام مطلوب وابو قوه في نادي الزمالك. نادي الزمالك داخل بس فيه. بس سيراميكا امبارح اعلن انه لن يفرط في احمد رمضان. لن يفرط. بص دايما المفاوضات انت بتعلن في الاول انا مش هبيع ومتمسك، لكن ما بين يوم وليله الامور بتتغير. في مفاوضات حصلت واتصالات حصلت. نادي الزمالك عرض صفقه تبادليه مع سيراميكا كليوباترا. احد اللاعبين اللي الزمالك عرضهم كان سيد نيمار. سيد نيمار؟ سيد نيمار. واثنين لعيبه تاني اداره نادي سيراميكا كليوباترا تختار. رمضان بيكهام مضى؟ لا ما مضاش. مضاش. ما وقعش لحد دلوقتي النادي الزمالك، لكن في مفاوضات. اللعيب عايز في موافقه مبدئيه من احمد رمضان بيكهام. في موافقه مبدئيه، لكن قال لهم خلصوا كل حاجه مع نادي سيراميكا كليوباترا. تمام. تعالى بقى نروح لقصه يحيى عطيه الله وما اثاره وكيله امبارح من لغط بصراحه، يعني انضمام لنادي الزمالك. تصريحات ضايقت بالمناسبه اداره نادي الزمالك جدا. ضايقت؟ ضايقتهم. هو مفيش تفاوض؟ مفيش. لم يحدث تفاوض مع يحيى عطيه الله، سواء من الزمالك مع اللاعب او الزمالك مع نادي سوتشي روسي. لا من قريب ولا من بعيد. ولا من قريب ولا من بعيد. ولا كده تليفون نشوف ولا اي حاجه. اداره نادي الزمالك متضايقه ليه انا اتدخلني؟ ايه بيسوقه؟ يعني اتدخلني ليه طرف في الموضوع؟ لان هم عرفوا ان الاهلي جمد المفاوضات والاتصالات مع اللعيب. هل انت بتدخل نادي الزمالك طرف سواقه؟ خصوصا كمان العلاقه ما بين الزمالك والاهلي قويه. انا مش هدخل في صراع على لعيب انت بتخلص فيه رقم واحد. رقم اثنين بشكل واضح الزمالك ماليا مش هيقدر يجيب اللعيب، عشان كده من الاول ما دخلوش في مفاوضات. بالنسبه للباك ليفت اسمين مفيش غيرهم. الزمالك لو هيتعاقد مع زهير قيصر واحد منهم اللي هيجي لنادي الزمالك. اسحاق يعقوب كان قريب جدا من نادي الزمالك، بنك الاهلي، وكان مخلص. الزمالك خد خطوه لورا في الاخر بعد ما اللعيب كان مخلص كل حاجه، عشان كده جدد مع نادي البنك الاهلي. رقم واحد ان انا بقول لك اللي جوميز طلبه، جوناثان الظهير الايسر لنادي مودرن سبورت معجب بيه وعايزه. لو قال لهم لو ما خلصتوش مع جوناثان. رقم اثنين محمد حمدي مش بيراميدز، محمد حمدي ام بي. فالزمالك محدد من فتره طويله انا عايز ايه. عايز خلاص إيه. يعني كان يعقوب وجوناثان محمد يعقوب. طب الزمالك خد خطوه ليه في موضوع يعقوب؟ يعقوب بسبب جوميز. جوميز هو اللي قال لهم يعني يعني بعد الزمالك على حسب معلوماتي ان يعقوب كان مضى لنادي الزمالك كمان. كان موقع ومخلص كل حاجه. جوميز قال لا انا مش عايز يعقوب، انا عايز جوناثان. ما خلصوش مع بالترتيب حتى مش عارف ما خلصوش مع جوناثان. محمد حمدي فلوسه كتير بس هو معجب. فلوسه كتير وربما جوناثان سنه كمان كبير. بس المفاجاه ان هو معجب بيه جدا. هو وجهه نظر جوميز لما سالت اشمعنى جوناثان، هو عايز ناحيه الشمال لعيب يلعب باك ليفت وجناح قوي. هو شايف ان جوناثان بيلعب الناحيتين عشان كده متحمس لعيب كويس. وبالمناسبه يحيى عطيه الله وكيل الحديقه يحيى عطيه الله اداره نادي الزمالك بعتت رساله بشكل غير مباشر مع الوكيل الخاص باللعيب، لا ما تذكرش اسم نادي الزمالك، ولو ذكرت اسم نادي الزمالك هناخد اجراءاتنا كمان.
على نفس بقى الغرار نفس النقطه كده، النادي الاهلي مستاء جدا من تصريحات وكيل يحيى عطيه الله. وكيل يحيى عطيه الله مستاء جدا من هذه التصريحات، والنادي الاهلي لن يعلق عليها عشان النادي الاهلي قال لك مش هندخل في مهاترات وفي تراشق وفي كلام، بس النادي الاهلي مستاء جدا من الكلام اللي قاله وكيل يحيى عطيه الله فيما يخص النادي الاهلي، وموضوع في وكيل تاني بيجبرونا ان احنا نمضي معاه والكلام ده كله. الكلام ده ضايق النادي الاهلي جدا جدا، والنادي الاهلي بيتحفظ على الرد عشان مش عايزين يخشوا في نقاشات. يعني هو الراجل طالع امبارح، يعني ربنا يسامحك، انت داخل اهلي وزمالك والقصه دي مش مستحبله في مصر. دي حاجه تاني. حاجه دلوقتي اداره نادي الزمالك، اما انا معايا كام وعايز ايه؟ ايوه وهصرف كام؟ بالزبط. على فكره اداره نادي الزمالك اي لعيب هيجي انت يعني انا هدفع لك ايه؟ يعني نادي سوتشي الروسي لسه هياخد، هشتريه من نادي سوتشي الروسي؟ اللعيب نفسه هياخد كام؟ انا لو هتعاقد مع لعيب زي اشرف بن شرقي اللي هو اصلا فري، انا بقول له تعالى خد مليون دولار، تعالى خد مليون دولار ومش هتزيد عن كده. عز محمد جوميز لما اداره نادي الزمالك اتكلمت معاه قال لهم انا مش عايز لعيبه جديده الا لما اللعيبه اللي موجوده هتاخد 100% من مستحقاتها. الصدمه الرقم كام الخاص بفريق الكوره بس اللي اداره نادي الزمالك المفروض تدفعه مع نهايه الدوري؟ 70 مليون جنيه. انا مسؤول عن الرقم. متاخرات 70 مليون جنيه. الرقم ده دقيق يا هاني؟ دقيق بالظبط. 70 مليون جنيه مش 71 ولا 2، لا 70 مليون جنيه. الرقم ده المفروض اداره نادي الزمالك تدفعه لفريق الكوره كله قبل نهايه الموسم ما تبتدي. لا وما ينفعش ان انت تجيب لعيبه ولعيبه جديده وادي القديم الاول فلوس وبعد كده هات الجديد. هقول لك على مفاجاه. اتفضل. جوميز ما خدش مكافاه الكونفدراليه لحد دلوقتي. مكافاه الكونفدراليه كام؟ 3 شهور. جوميز كان عقده 50,000 دولار بعد ما تم تجديد العقد، بعد ما الزمالك خد الكونفدراليه عقد جوميز اصبح 65,000 دولار. والشرط الجزائي في عقده ما كانش فيه شرط جزائي، الشرط الجزائي بقى شهرين. ده عقد جوميز. يعني بص الرقم حتى قليل جدا. فجوميز ما خدش مكافاه الكونفدراليه وليه شهرين ما خدهمش؟ اللعيبه ما خدتش فلوسها. ده اللي مخلي اداره نادي الزمالك متضايقه، انت بتدخلني طرف ليه في حاجه انا اصلا مش عايزها، مش عايزها وما طلبتش اللعيب. طيب روح بقى البيراميدز وعلي ماهر. انت مش سهل. يعني والله ما انت سهل ابدا. بيراميدز دخل على فكره مش اول مره، خلي بالك. بيراميدز علي ماهر ده تقريبا ثالث مره او رابع مره. هم يعني نادي بيراميدز عينه على علي ماهر من فتره طويله. في تفاوض حصل؟ في تفاوض حصل جديد الايام اللي فاتت. جديد؟ بيراميدز دخل مفاوضات وبقوه مع علي ماهر. عايزين علي ماهر يكون موجود مع الفريق بدايه من السنه اللي جايه. طيب علي ماهر موقفه ايه؟ يعني اداره النادي المصري متمسكه ببقاء علي ماهر. لو شفت حتى الساعات اللي فاتت في جلسه تمت ما بين علي ماهر ومسؤولين النادي المصري، واتقال ان الجلسه لمناقشه صفقات الموسم الجديد. لا ده انا سمعت حاجه ثانيه. ده السبب اللي كان، لكن السبب اللي كان في الكواليس الاستاذ كامل ابو علي راح حضر التمرين امبارح. بالظبط. ده راح حضر التمرين في الكليه الحربيه كمان امبارح. يعني دي ليها معنى بشكل واضح. داعم ومساند وقوي مع الفرق. لا نيه لرحيل علي ماهر، لكن بيراميدز متمسك بعلي ماهر عايزه. مش دي المفاجاه بس في بيراميدز، لا قد نسمع قريبا رحيل بعض النجوم عن بيراميدز. نجوم؟ امثال بالتحديد وليد الكارتي او بلاتي توريه، واحد منهم هيمشي. هيمشي النادي في مصر؟ لا هيمشي، بيراميدز هيبيعه. هيبيعه؟ اوكي. عندهم الرغبه انه يجيبوا لعيب اجنبي جديد. معتز زدام لاعب نادي المصري. معتز زدام ده لعيب كويس قوي. على فكره بيراميدز داخل فيه بقوه. بس لعيب كويس قوي. جدا. بس هو الولد ده ماشي اصلا. موجود في مصر. ما هو اصل المصري ما فعلش بند الشراء. بالظبط. فبالتالي هو من حقه يمضي. معتز موجود هنا في مصر. لعيب كويس قوي. حصل جلسه الساعات اللي فاتت بينه وما بين اداره نادي بيراميدز. بيراميدز ابدى استعداده انه يشتريه ويحصل على خدمات، مش اعاره بقى، لا بيع نهائي. لعيب مرحب. معتز هياخد مكان يا اما بلاتي تويه يا اما وليد الكارتي. واحد منهم هيمشي السنه اللي جايه. بيراميدز خلاص خد قرار ان المدير الفني مش هيكمل. مش هيكمل هيمشي. ده اللي خلاهم يتفاوضوا مع علي ماهر. أيوة في بعض الاسماء الثانيه. لو على فكره علي ماهر الاسم المصري الوحيد المطروح اللي بالنسبه لبيراميدز. لو ما عرفتش اخلص في علي ماهر لحد اخر لحظه هيتم التعاقد مع مدير فني اجنبي. في اسماء؟ لا لسه. هم لسه بس بالنسبه لعلي ماهر في يعني هات وخد في الكلام ولا الموضوع اتقفل؟ بص يا استاذ محمد ولا 50 المصري 50 قافل الباب. يعني قافل الموضوع. وصل لاداره النادي المصري متمسكين بعلي ماهر جدا، عايزينه ومدينه كافه الصلاحيات في ملف لو انت اللي انت عايز تمشيه والاسماء اللي انت عايز تتعاقد معاها ليك كافه الصلاحيات وتجيب اللي انت عايزه. فعلي ماهر مستريح مع النادي المصري،
هيلعب كمان افريقيا السنه الجايه مع النادي المصري، لكن لحد اخر لحظه بيراميدز موجود وفاتح الباب ان هو يجيب علي ماهر. في شرط جزائي في عقد علي ماهر؟ لا مفيش شرط جزائي. لا مفيش شرط جزائي. وهو يعني علي ماهر الاولويه بالنسبه له انه يكمل مع المصري. طب ده كويس. دي كويس. حقيقه. خلاص. نورتني يا هاني. حبيبي مبسوط بوجودك، مبسوط بمعلوماتك واخبارك. ان شاء الله باذن الله نلتقي في حلقه جايه قريب باذن الله. باذن الله باذن الله. هاني عصام ضيفنا النهارده اللي شرفنا ونورنا، بشكره. وعندي دلوقتي فاصل اعلاني، بعد الفاصل الاعلاني بقى نستقبل نجم مصر ونجم النادي الاهلي الكابتن اسامه عرب. اهلا بكم اصدقائي بعد الفاصل. طبعا نجمنا النهارده كان في ميزه، اكتر لعيب يمكن شارك في مباريات في تاريخ النادي الاهلي، اكتر لعيب ما فيش مدرب جه النادي الاهلي ما كانش بيحط اسامه عرابي وما كانش بعد كده يحط باقي التشكيل، لعيب اساسي على طول على طول. ما فيش مدرب جه كان عنده مثلا ايه يقعدوا ماتش او اتنين وبعد كده إيه، لا هو اسامه عرابي شغال، واقل لعيب يمكن سجل اهداف بس هو ما كنتش تشوفه في الملعب. لو في مان اوف ذا ماتش هتلاقي كل ماتش هو واخد مان اوف ذا ماتش. فظيع، كان فظيع فعلا. منورني يا كابتن اسامه. الله يخليك يا استاذ محمد، اهلا وسهلا بيك وسعيد بوجودي معاك. اشكرك. وبالتوفيق في البرنامج ده ان شاء الله الجديد، واستمراريه كمان ان شاء الله باذن الله، وبكل الساده المشاهدين. فعلا كنت شخصيه غريبه جدا، يعني مفيش مدرب ما اقتنعش بيك في النادي الاهلي. مفيش. الحمد لله كل يعني. كل المدربين اسامه عرابي رقم واحد. الحته الشمال دي بعد كده بقى نبقى نشوف هنعمل ايه. الحمد لله يعني، اكيد فيها شيء من التوفيق، وكمان كان في تركيز كبير جدا. انت كنت بتحب التمرين صح؟ طبعا بتحب التمرين. طبعا مرن بتمرن. مفيش اصله يعني في الكوره مفيش حاجه اسمها لعيب وعايز تأدي 90 دقيقه او ساعات بتوصل ل 120 دقيقه بمستوى جيد وعايز تستمر لسن او عمر كويس، يعني ما تبطلش بدري، لان انت عارف في لعيبه في مصر ممكن يكون عند 24 25 26 سنه اعتزل. صح. ودي غريبه جدا. فما فيش حاجه اسمها لعيب ما يتمرنش كويس، يعني ما يتمرنش كويس دي تبقى فترات بسيطه في حياتك، تبقى فتره مجهد، فتره مثلا راجع من اصابه فبتؤهل، فترة ممكن تكون ضغط ماتشات فانت بتقلل في رتم التمرين كده كده. الجهاز الفني مش انت كمان. اوكي، بس في يقول لك ايه، لكن اللعيب ده مش لعيب تدريب، هو بيحب الماتشات ما بيحبش التدريب. لا، دي ممكن في الاداء الفني، احتمال الاداء الفني في الاداء الفني يمكن واحد ما بيبذلش، لكن ما اقدرش انا ما اتمرنش بدنيا كويس، يعني في الحاجات العناصر بتاعت اللياقه البدنيه ما اقدرش ما بقاش مهتم طول الوقت، ما اقدرش كمان بقى بجانب التدريب ما اقدرش مثلا ما نمش كويس، ما تغذاش كويس، ما كل دي عوامل هو انت في الماتشات المهمه كابتن اسامه كنت بتنام كويس؟ يعني عندك الزمالك بكره، عندك فاينل افريقيا بكره، تخش اوضتك بعد العشاء وتخش تنام عادي؟ اصل هي الفكره في ايه؟ ممكن بيحصل شيء من القلق. بس هي الفكره انا بتكلم على اسلوب حياه، يعني مش بتكلم على مره. لا انا بتكلم في الماتشات المهمه طبعا. لا مش بتقلق منها ويبقى عندك ارق وبتاع وتفكير؟ لا، في ارق شويه او شيء من التفكير الزياده، ولكن خلاص انت من كتر الخبره ومن كتر الماتشات خلاص بتبقى انت اتعودت وخدت الخبرات الكافيه انك انت تقدر تسيطر على نفسك. اصل اللعيب اللي مش هيقدر يسيطر على نفسه
كمان اداؤه هيهتز طبعا. يعني لو طبعًا. هو اصلا وهو بس قاعد مش قادر يسيطر على نفسه، طب لما ينزل بقى الملعب بقى قدام 80 90 الف متفرج وقدام منافس قوي يبقى عامل ازاي؟ ده صح. فاللعيب لازم يبقى عنده ثبات انفعالي، لازم يكون مركز، لازم يكون عنده اصرار، في عوامل كتيره جدا بجانب الحاجات الاساسيه اللي هي الموهبه اللي ربنا مديها لك طبعا، والحاجات اللي جنبها بقى انك بتتمرن كويس، انك زي ما قلت لك بتنام كويس، بتاكل كويس، بتعمل استشفاء كويس، ده صح. كل دي عوامل مكتمله مفروض مع بعض عشان اللعيب يستمر لفتره طويله ويؤدي في الماتشات بصفه كمان كويسه في الموسم. يعني مين اكتر مدرب في النادي الاهلي حبيت التمرين معاه؟ كنت بتحب التمرين معاه؟ كتير كتير. لا واحد 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 بس. اصل هو انت طب خليني واحد مصري واحد اجنبي. واحد مصري واحد اجنبي ماشي. الجوهري في النادي الاهلي كابتن جوهري، والاجنبي والاجنبي كان اللهم صل على قبل تسوبل هولمان. كولم هولمان 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 كان من اكتر المدربين اللي تدريباته ممتعه و بتخليك عايز تلعب في الماتش واثنين وثلاثه. يعني كان تدريباته ما تحسش فيها ان هو بيحمل قوي. ايوه. ومع ذلك التمرين ممتع وبتقدر يوقفك على رجليك، يوقفك على رجليك وتلعب كمان وتبقى عايز بعد ال 90 دقيقه تلعب تاني. مين المدرب؟ هو كان مميز في الموضوع ده. ممكن ما يكونش احسن واحد، مش احسن كوتش، بس ما هو كل واحد الناس عنده حته مهمه بتميزه عن غيره، عشان الناس برضو تبقى واخده بالها من الموضوع ده. في مدير فني بيبقى عنده حته اداره المباريات ووضع بالنسبه لوضع التشكيل، بالنسبه مين اللي يلعب جنب مين، هيريح مين دلوقتي ولاعب مين في الدقيقة كام، هنزل ده عشان هيعمل لي مثلا دفعة تانية، هعمل كذا عشان انا كسبان فهقفل. في مدربين اذكياء جدا في الموضوع ده، رغم ان هم كمدربين في الملعب ما كانوش احسن حاجة. صح. وفي ناس بتبقى بالعكس، في ناس بتبقى مميزة قوي بس بيعرف في موضوع بس في التدريبات والحاجات دي، منظمين جدا وكويسين جدا، بس في إدارة المباريات والتشكيل والكلام ده أقل. صح. ودي دلوقتي في الكرة الحديثة، يمكن زمان عشان المدير الفني كان بيعمل حاجات كتيرة قوي بنفسه، دلوقتي في الكرة الحديثة بمساعدة المدربين الكتير اللي هم بتوع الأحمال والسكاوتينج وكذا، فنمرة واحد لازم يبقى كوتش كويس، كوتش يعني يعرف يدير المباريات، يعرف يحط وضع. طب مين في المدربين الحاليين في مصر دلوقتي شايف فيه الحتة الأولانية دي، ان هو شاطر قوي في تدريباته وفي شغله وفي إدارته للمباريات والكلام ده، مين؟ انت بتتكلم على الأجانب ولا المصريين؟ الاثنين، واحد هنا واحد هنا. طبعا لازم اقول كولر، لانه هو اللي متوج بكل حاجه. لا سيبك من التتويج، هو شاطر قوي. طبعا اكيد شاطر. أوكي. اكيد يعني هو دور الفرقه بشكل كويس طول السنه، قدر يكسب بيها افريقيا، الدوري دلوقتي 19 ماتش متتالي، حاجات كتير. صحيح في عوامل كتيره بتساعد ده على ده، بتساعد على ده. طبعا دي ما فيهاش كلام، بس هو بيني وبينك هو ادارته للروتيشن اللي بيعمله جوه الفرقه برغم في تحفظات على طبعا حاجات. طبعا في تحفظات، مش مدرب هيبقى اكيد في بعض التحفظات، ولكن بصفه عامه هو يعتبر طبعا طبعا. في غيره لاص في الحته دي سنتين، ضيع الدوري سنتين، يعني في غيره لاص في الحته دي سنتين وما عرفش يجيب الدوري سنتين. وانا شايف من وجهه نظري الشخصيه ان مدرب الزمالك مدرب كويس، جوميز، بس مشكله القوام اللي عنده مش بساعده، مش في احسن حالات، مش احسن حالات نادي الزمالك. طب مين المدرب المصري بقى اللي انت شايفه بيعمل دي كويس؟ يعني في كذا واحد، يعني في حسام حسن كويس طبعا، في علي ماهر كويس بيعرف، في ايمن الرمادي كويس كويس، يعني في كذا واحد. بس في حاجه انا مستغربها يعني في كابتن اسامه عربي جدا. يعني انا لما عرفت الموضوع ده استغربتك جدا. انا يتعرض عليا منتخب مصر واقول لا؟ يعني يتعرض عليا ابقى مدرب عام لمنتخب مصر في الجهاز الفني الحالي مع الكابتن حسام حسن، وكابتن اسامه عربي قال لا؟
لا ابدا، هي كانت في ظروف خاصه بيا في حاجات معينه. طبعا حسام وابراهيم مشكورين طبعا، عرضوا عليا ان انا اكون في الجهاز. انت ما رضيتش عشان اسمك يعني، انت عشان لا انت اكبر لا لا في التاريخ؟ لا لا مش هو ده، لا لا ابدا. الفرق بيننا مش كبير قوي يعني، سنتين. لكن هي في امور كانت خاصه بيا في حاجات تانية. مش حابب تشتغل معاهم؟ لا ليه، بالعكس. لا لا، من اكتر الناس اللي انا بحبهم على المستوى الشخصي. زميلنا بعض، اقول لك ايه، من انا طلعت 82، هم لعبوا طلعوا تقريبا 86 84 تقريبا 86 يعني. هم لا 84 في نهايتها يعني، في بدايه 85، سنتين يعني فرق بيننا. واستمرت بقى معاهم لغايه لما هم لغايه ما مشوا والكلام ده كام؟ 95 ولا 96؟ لا كمان ده 99 كده 99. انا اعتزلت 99 وهم كملوا سنه ثانيه ومشوا بعدها. يعني مش قصه يعني ان انت لا لا مش حابب؟ لا ابدا معك. بالعكس، لا 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 بالعكس. إيه، انا جاي لي مدرب عام منتخب مصر اقول لا؟ اولا ما كنتش اعرف البوزيشن ايه بالظبط، لانه ما عدتوش مع بعض. لا لا كلمونا طبعا واتكلمنا، لان هو برضه في جهاز ليهم. لكن زي ما قلت لك، انا كانت في حاجات خاصه بي، لكن مش عائليه. لا لا، حاجات خاصه بشغل وكده يعني، لكن مش طبعا اي حد شرف ليه انه يتمرن في، قصدي يدرب منتخب مصر. وطبعا حسام وابراهيم قيمه كبيره جدا، واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في المرحله الجايه. رفضت ازاي طيب؟ يروحوا يعني كاس. قلت للكابتن حسام ايه يعني؟ قلت له مش عايز؟ لا ما زي ما قلت لك كده، انا بس في ظروف خاصه بيا وخلاص. ما يعني ما الموضوع بسيط يعني، ما مش انا استغربتها، ما تكذبش علي. استغربتها انا، حتى في ناس اصدقاء حضرتك جدا ومن زمايلك كنت بتكلم معاهم في الموضوع ده، قالوا لي احنا استغربنا جدا طبعا ان الكابتن اسامه يرفض حاجه زي كده، دي كانت حاجه كويسه جدا ليه. اصل في النهايه برضه نصيب و هقول لك حاجه، مش هتعرف تشتغل مع كابتن حسام؟ لا برضه مش هادي برضه. لا لا مش هادي. هو لما كانوش عارفين شخصيتي وعارفين انا احنا علاقتنا ببعض ازاي طول عمرنا واحنا زمايل في الملعب، واحنا الاثنين بنقدر بعض كويس جدا جدا على المستوى الفني وعلى مستوى الشخصي يعني. على المستوى الشخصي كمان احنا من الناس اللي قريبه من بعض. قوي يعني، حتى لو ما في فتره ما فيش اتصال ولا كده، لكن لما يعني تشوفوا بعض احنا مقدرين بعض كويس قوي يعني، كاشخاص وكشغل يعني، كفن. طب اقول لك على حاجه، انا حاسس وانت بتتكلم كده ان انت ندمت على القرار ده. لا مش ندمت، بس هو عشان زي ما انت قلت انه ايه، في ناس كتير قالوا لي ليه يعني كل خلاص الموضوع اوكي. بس انا حاسس من كلامك انك ندمان على القرار ده. مش هو اصله في واضح. لا مش ندمان والله، والله صدقني لا لا مش ندمان. اصل ما اخد قرار مش هندم عليه بقى خلاص يعني. ما هو الواحد في حياته بيمر بحاجات كتيره، اكيد اكيد. في حاجات بينجح فيها، حاجات ما يوفقش فيها، وفي حاجات قرار بياخده كويس وفي قرار بياخده، لكن في النهايه ما تندم على ايه. لا خلاص الحمد لله خلاص. طيب خلينا نروح لحته ثانيه وهي مهمه جدا دلوقتي. مارسيل كولر رفض رفض نهائي انه يلعب كاس مصر، وبلغ اداره الاهلي رسمي، واداره الاهلي بلغت اتحاد الكوره انا مش هلعب كاس مصر، انا عندي اجازه 15 يوم ومسافر بعد ماتش سموحه مباشره، وهسيب سامي قمصان يدير الماتشات المتبقيه، وفي سبع لعيبه وحددهم بالاسم من دلوقتي ان دول بعد ماتش سموحه اجازه رسمي 15 يوم، والباقي بعد النهايه ياخدوا اجازتهم. ايه رايك في هذا القرار وحسم كولر للموضوع بدون تردد؟ وقرار واضح وصريح ومحسوب. كل مدير فني بيجي له اوقات قوه واوقات يضعف فيها شويه. اكيد مستر كولر بعد مكسبه الافريقيا والدوري العام خلاص يعتبر حسم، يخلصه. هو في موقف قوه، دي حقيقه. هو في موقف قوه. ممكن الامور كانت تختلف لو خسرنا افريقيا او خسرنا الدوري العام او خسرنا الضغوط تبقى عليك اكتر، لكن هو القرار من حيث قرار قرار سليم. ليه؟ لانه اتاخد قبل كده كتير. يعني مع مستر مانويل جوزيه، انا اشتغلت مع مستر مانويل جوزيه اكتر من موسم،
كان ساعات يرفض يشارك في الكاس مصر و و و ويكتفي و وساعات ساعات برضه عمل نفس الحركه، سافر البرتغال وساب الفرقه اللي كان تقريبا كان المساعد بتاعه كان كابتن حسام البدري وهو اللي لعب الماتشات المتبقيه وهو سافر. ما خلاص، ما هو انت خدت الدوري في النهايه. اولا في حاجتين، الراجل اللي معاك كف اكيد يعني طبعا اي حد اشتغل في النادي الاهلي وهتبقى تحت نظر. الحاجه الثانيه لا، الحاجه الحاجه الثانيه ان الموضوع اتحسم بالنسبه كدوري عام يعني. اه اتحسم. ففي تشاور، وانا برضو الراجل موجود كفء فيقدر يدير المباريات دي يعني. هو مش محطوط تحت ضغط كبير في حاجه، مش محطوط تحت ضغط، لان شكل الفرقه استقر وشكل التغييرات استقرت وشكل يعني. بس في سبعه تقال هيبقوا مش موجودين. ما هو سبعه تقال بس مش فارقه. ما هو انت بص، ما هو بص هقول لك حاجه، لو انت ما لعبتش كاس مصر فمش فارقه. مش فارقه. لعبت الدوري باي حد بعد ما حسمت الدوري مش فارقه برضه. هفترض خسرت ماتش مثلا، مش هتخسر، انا بقول لك مش هتخسر، بس انا خسرت ماتش او تعادلت ماتش، مش طب ايه الفرقه؟ ما انت خدت الدوري. يعني الموضوع قدام الجماهير وقدام الاداره وقدام الناس كلها ان خلاص الموضوع اتحسم. فهو القرار من حيث طول الموسم والضغط اللي كان على اللعيبه والضغط اللي على الجهاز الفني مستر كولر والمعاونين وكل يعني كل الجهاز كان شديد، ودخلوا في بطولات كتير ومعترك طويل والموسم امتد. فهو القرار من حيث الناحيه الفنيه وصائب طبعا. يعني لانك هتريح لعيبتك لكن هي الفكره زي ما قلت لك، كل مدرب في اي مكان في العالم بيجي له فترات قوه وفترات ضعف وفترات، يبقى قراره حاليا كولر في فترات قوته طبعا، ما خلاص كسب كل حاجه. طيب انا عايز اسالك بقى هنا سؤال، الفتره الاخيره يجي يخرج قفشه زعلان، كهربا يعمل مشكله، الامور دي كلها هو بيحسمها بهدوء شديد جدا، قرصته قويه جدا يعني، هو بيقرص جامد جدا وبيبقى واضح جدا ان انا بقرص. يعني لو انت حضرتك مثلا تابعت امام عاشور الماتش اللي فات، امام مش قادر خلاص، امام مش قادر يكمل الماتش وهو صمم انه يلعب 90 دقيقه، ولاعب 95 دقيقه في 11 يوم امام، وبرضه قفشه على الدكه مش هتلعب. هو من وجهه نظره ان هو بيقوم اللعيب او بيربط اوضه اللبس. طبيعي ده طبيعي؟ اه طبيعي. طب هل اللعيب في طبيعي. نفس اللعيب في نفس الوقت مش تجيبه وتقعد بيه وتقفل عليه اوضه وتقعد تتكلم معاه وتفهمه ان ده ما ينفعش ولو عملت كده تاني، بدل ما تقرصه هو جامد. اكيد بيعمل كده. انا ما اعرفش طبعا، ما حضرتش كواليس جوه الاوضه هو بيعمل ايه او مع الناس، بس طبيعي ان اي مدير فني عنده لعيبه في الفرقه سواء كانوا مهمين او كانوا اقل اهميه، لانه زي ما انت شايف وكل الناس شافت ان تقريبا لعيبه النادي الاهلي كلها لعبت السنه دي يعني كلها كانت. هو حتى مستر كولر من اكثر الناس اللي كان بيدور في الفرقه يعني، حتى كانت احيانا بتتاخد عليه في بعض الاوقات تبعد خالص وتبص تلاقيه رجعها تاني. فاكيد هو اكيد بيقعد مع اي حد اخطا او اي حد من وجهه نظره شايف انه اقل فنيا او بيكلمه، ده اكيد. لكن اي مدير فني او اي مدير في اي حته لازم ياخد وقفات مع الناس اللي عنده عشان يقدر يمشي المنظومه كلها. مهما كنت انت مكانتك كلاعب، لو عملت حاجه تخل بمنظومه الفرقه لابد ان تعاقب عليها، ده طبيعي. فهو زي ما قلت لك هو بيعمل كده والاهلي بيكسب كمان. فبتديله قوه، كل ما انت بتعمل كده والاهلي ماشي وماشي وكسبان انا صح، فخلاص أنا انت هتقول ايه؟ هتقول اللي بيعمله صح او على الاقل في الطريق الصحيح. طب ومن وجهه نظرك ان كهربا افيد ليه انه يرحل سنه اعاره وبعد كده يرجع، ولا من وجهه نظرك ان كهربا يكمل في النادي الاهلي؟ ما خلي بالك بس ناحيه فنيه بحت، خلينا منطقيين. كهربا لو راح سنه اعاره صعب يرجع تاني. اوف طبعا
كهربا داخل في في في, في كام دلوقتي؟ كهربا مواليد 93 تقريبا او 94 وكان معانا في المنتخب الاولمبي من 29 سنه 29 لا ممكن يكون اكتر كمان ممكن يكون 30 او 31 بس ما تمهمش يعني ممكن ما يبقاش الفرصه انه يرجع تبقى سهله يعني من وجهه نظرك ان كهربا لو خرج سنه اعاره مش هيرجع تاني لا أو صعب أنا, مش يعني. انا مش بقول قرار انا مش أنا فاهم انا بقول صعب وجهه نظرك صعب يرجع كل ما سنك هيكبر يعني او داخل في ال 30 وبعد رجوعك صعب الرجوع بيبقى اصعب حصلت مع ناس قبل كده عندنا في النادي الاهلي في ناس صحيح رجعت وفي ناس لا ما رجعتش يعني في ناس رجعت بس قليل لكن الاغلب بالذات اللي عدوا الثلاثينات ما بيرجعش صعب يرجع صعب يرجع لكن لو اقول لك 26 27 28 اقول لك 25 22 ماشي الحال ماشي لكن هي دي بس النقطه لكن كهربا هداف فادنا كتير جدا ولكن يمكن هو احيانا التركيز بيروح منه شويه هي دي النقطه اللي متاخده على كهربا بالنسبه لنا لكن هو من حيث لعيب كوره اولا لما كان معاكم في المنتخب الاولمبي لما كان معاكم كان ملتزم كان ملتزم كان ملتزم يعني ملتزم في حاجات بسيطه بتحصل ما هو ايوه دي طبيعيه لكن بصفه عامه كان انا ملتزم. بتكلم بصفه عامه كان لعيب ملتزم منضبط بيسمع كلام مدربين وبينفذ بيتمرن كويس وعلى فكره انا ما كنتش انا كنت في المنتخب الاولمبي ايوه على فكره انا كلمت الناس في النادي الاهلي ان كهربا يرجع النادي الاهلي وفي ناس الاول كانت مقتنعه وبعد كده رجعوا رفضوا الموضوع ده وقتها وقتها قلت لهم يرجع تاني يعني كهربا واكتر من لاعب على فكره زي قلت لهم على كهربا وعلى الونش وعلى في حوالي ثلاث الونش ساعتها كان فين في المقصه كان لسه ما راحش الزمالك كانش لسه ايوه كان في المقصه ولا الجيش 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 صح كهربا والونش وحد ثالث ما بس انا مش فاكر مين مش فاكر مين التالت وما حصلش نصيب فانا كهربا عارف انه لعيب كويس بس هو يعني ساعات بيفك تركيزه يبقى المفروض اشد يكمل. اكبر من كده طيب سؤال مهم جدا وقبل ما اسمع اجابته من حضرتك قبل ما نطلع الفاصل عشان عايز ارجع لنقط ثانيه ملف التعاقدات كولر ما عندوش سعاده بيه مش مبسوط منه شايف ان في بطء ده ضايق النادي الاهلي ضايق المسؤولين ضايق كابتن الخطيب بوضوح شديد جدا قلنا له مش طريقتنا انك تطلع وتتكلم بهذا هل هو الراجل اتكلم يعني شايفهم متاخرين فعايز يسرع وتيره التعاقدات والكلام ده كله فاضطر انه يطلع يتكلم كده ولا هو الراجل ليه يعمل حاجه زي كده في الاعلام وهو عارف ان اسلوب الاهلي ما بيتكلمش في الامور دي خالص في وسائل الاعلام انا ما اعرفش طبعا اللي ايه الاسباب اللي عند مستر كولر نطلع يقول او ما يقولش يعني دي بتاعته انا ما اعرفش مش حاضر الكواليس جوه بالظبط ايه لكن بصفه عامه انا شايف النادي الاهلي موفر اكتر من 90 او 95% من اي مدير فني عايزه بس هو بيتكلم عن الموسم الجديد ما هو خلينا بس واحده واحده لو احنا هنقول الاهلي مش موفر طب مين اللي موفر انت موفر وموفر وموفر انت بتجيب لعيب ويفشل بتجيب له لعيب تاني بيمشي في يناير بتجيب له 3-4 لعيب بتجيب له اعارات بتجيب له ناس لعبت في انديه اعارات وترجع بتجيب له انت رايح تلعب كاس عالم انديه ماشي ماشي انا لسه بس خلي كونتيننتال وراح تلعب دوري ابطال افريقيا جميل. انت عايز مستوى جميل. معين وكفاءات لعيبه تقيله جميل جميل الموضوع مش بيجي في يوم وليله اولا انا في احنا عندنا كان 5 لعيبه محترفين انا وجهه نظري انا طبعا في النهايه قرار بتاع مستر كولر قراره هو علي معلول اصابه ودي غصب عنك خلاص انا مستغرب ان ديانج مشي طبعا يعني طبعًا. انت هتجيب يعني الا بقى عايز تجيب لعيبه هتجيبهم بقى من فين وازاي وكده انا شايف ان رضا سليم لعيب كويس ومميز ولو لعب على طول زي ما حصل مع وسام صح تالت واحد بيرسي تاو فادنا كتير جدا رغم ان في فترات ممكن انت من وجهه نظرك تقول ايه ده مش يعني مش السوبر لكن بالنسبه للعيبه الفترات اللي بتقولها دي كانت فترات موسيماني
لكن كولر هو اللي حط بصمه على اداء وعلى فعاليه تاو. يعني ماشي، تاو يدين بالفضل لكولر ايا كان، هو يدين بالفضل لكولر او لا، هو لعيب كويس. اه فانا شايف ان طبعا وسام رغم ان بدايته كانت مقلقه لبعض الناس وتشك شويه، لكن تأقلم جدا ومستواه بيزيد جدا وثقته بنفسه بتزيد جدا. وطبعا المهاجم كل ما بيجيب جوان كمان دي بتفتح شهيته اكتر وتركيزه بيبقى اكتر، وداخل على هداف الدوري خلاص يعني في زمن قليل جدا، فده مكسب كبير نص موسم، فمكسب كبير. فجينا على الثلاثه التانيين وسام وبيرسي تاو وديانج. طب انا مش شايف، انا وجهه نظري مش شايف ان اي حد فيهم يمشي. هو عايز حد احسن من تاو، قال لك انا عايز حد بقدرات اعلى. ما هو دي برضو مش هتلاقيها بسهوله، ان في مستوى ناس اعلى من تاو. ما انت خلي بالك في افريقيا اللعيبه المميزين قوي محترفين في الخارج، نادرا ما هتلاقي حد لسه في القاره واعلى من المستويات دي. هتجيبه من يعني هتجيبه من فين؟ هتجيبه مثلا بيلعب في الدوري الفرنسي ولا الدوري اللي في امريكا الجنوبيه بقى، في البرازيل ماشي، تدور بقى وانت ونصيبك برضه. ما هو في ناس ممكن تيجي ما تتاقلمش او تيجي ما توفقش، بس انا بتكلم ان الثلاثه دول تحديدا لو ضفت عليهم بعض العناصر الاخرى من الدوري المصري انا شايف ان الاهلي كان يقدر يستمر كده. بس هو النادي الاهلي كان او ما زال محتاج مهاجم تاني، مهاجم تاني. دي واضحه جدا يعني مهاجم تاني مع وسام وفي حاله رحيل كهربا ولا في حاله بقاء كهربا؟ لا حتى لو كهربا باقي، حتى لو كهربا موجود اصل خلي بالك احنا السنه دي احتاجنا كام واحد؟ كهربا وسام وكان بيرسي وتاو في الاول و اللي هو مشي مودست. مودست رغم لا مودست ما انا بقول لك رغم عدم نجاحه ده مودست ده لا انا اقصد انت احتجته في ماتشات رغم عدم نجاحه. اه طبعا لعيبه ولاعيبه كتير جدا احتجت المركز والتاني والتالت. يعني انت لما علي معلول اتصاب كنت قبل كده لعبت كريم الدبيس شويه، بس هو الراجل ما كانش بيلعبه كتير. لعب عمر كمال، لعب كريم فؤاد. كريم فؤاد بالنسبه له هي القناعات فعلا ابتدى يعني اللعب. هو كريم فؤاد اصلا لعيب كويس، فابتدى يزيد ويثبت في المكان. صح. فانا شايف انه الثلاثه المحترفين اللي كانوا موجودين في النادي الاهلي يتضاف عليهم اضافات الفرقه تبقى كويس، مش يعني الا بقى تجيب بقى، ما هو كل لعيب فيه احسن منه طبعا. لو عرفت بقى تجيب احسن منهم خلاص بتبقى انجاز للنادي. طيب. بس انا شايف ان النادي الاهلي ما قصرش مع في حاله الدوري المصري ده وافريقيا، واللي انا شايفه ما قصرش في اي حاجه مع كولر مع الجهاز الفني. طيب ادينا كلام كتير جدا، وعايز اتكلم بقى على المنتخب الاولمبي وماتش يوم الخميس امام المنتخب المغربي وماتش فرنسا، السيناريو اللي زعلنا كلنا امبارح. لكن عندي فاصل اعلاني بعديه ارجع اكمل مع كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن اسامه عرابي. اهلا بكم اصدقائي بعد الفاصل. اقول لكم بس كم خبر بسرعه كده وصلوني الان للتو من فريق الاعداد. الاهلي قرر رسميا تجميد التفاوض مع عمر فرج مهاجم ايك السويدي. فاكرين الولد الفلسطيني اللي الاهلي قال خلاص ان احنا خلصنا معاه وان هو خلال 24 ساعه يجي مصر عشان يعمل الكشف الطبي وكده؟ لا خلاص الاهلي قفل. ولو تفتكروا ان القفله جت من كولر بعد ماتش الاهلي والبنك الاهلي في المؤتمر الصحفي لما قال لا. الاهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم وجناح اجانب، في طريقه لاعلان التعاقد مع مهاجم وجناح اجانب مش من الدوري المصري. الاهلي لم يتفاوض مع لايفن كرويزاو. ده هتقول لي مين ده ان شاء الله يا ليس؟ يقول لك ده لعيب بيلعب في نادي باريس سان جيرمان، لعيب فرنسي، وان النادي الاهلي بينفي التفاوض معاه.
وان موضوع جمال الشماخ والمفاوضات معاه ماشيه بشكل كويس جدا، المغربي لاعب حسنيه اغادير، وان ربما خلال 48 ساعه يكون جمال الشماخ هنا بيوقع وبيعمل او بيعمل الكشف الطبي الاول، وبعد كده يوقع على عقود انتقاله للنادي الاهلي صاحب ال 24 سنه. كابتن اسامه، عايز اروح بسرعه كده لمنتخبنا الاولمبي. ساعات الكوره بتبقى قاسيه في سيناريوهاتها، يعني تبقى ماشي كويس وبتشتغل تلاقي الماتش قلب منك وضاع. ده حصل مع مصر وحصل مع المغرب قدام اسبانيا برضو، برضو انت ماشي كويس قوي كمغرب وفجأة الماتش ضاع. خبرات؟ لا، هو ولا شغل أولاً المدربين؟ اولا طبعا بنحيي ميكيالي وجهاز المعاون كله كوتش. والمنتخب لغاية دلوقتي بيأدي بشكل كويس، وبالذات من اول مباراة اسبانيا. لكن ما اقدرش اقول ماتش فرنسا انه ضاع، ما اقدرش اقول كده. ما تقدرش؟ لا، لانه احنا ماتش فرنسا احنا عملنا الشوط الاولاني كويس جدا، ولكن كان في مغالاه جدا 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 في الضغط وكميات الجري الغير عاديه، ودي وضحت برضو جدا 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 من اول دقيقه في الشوط الثاني. انت بقيت مفكك، مش قادر، بنطفش خلاص. يعني عشان الاول كنا بنسلم وبنستلم وبنقف على الكوره وكده، يعني واحنا يعني الواحد وهو بيتفرج، انا بكلمك كمحلل، انا وانا بتفرج انا كل وقت متوقع فريق فرنسا هتجيب جول، يعني ما عنديش شك، هي بس انا مستني ايه؟ مساله وقت. وقت او عدم توفيق عندهم. او عدم توفيق عندهم. لكن انت بس اللي انت بتتكلم عليه حضرتك ده الشوط الثاني. ما هو انا بقول لك من بدايه الشوط الثاني. انت الشوط الاولاني عملته كويس أوي. ولكن اللي انا عايز اقوله ايه؟ الطبيعي بعد ما انت لعبت قبليها بيومين او ثلاثه 120 دقيقه وانت بتلعب منتخب كبير زي منتخب الفرنسي في ملعبه وفي وسط جمهوره، انك تفضل 45 دقيقه بتجري كميات الجري دي، انت كنت بتجري عمال على بطال، اللعيبه كانت بتجري، يعني عايز اقول لك ايه، يكاد يكون انتحار، يعني كميات. فانت هتجيب الطاقه من فين؟ يعني 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 اللي بيحلل فنيا عارف انه برضو المنتخب التاني ما هو بيلعب على ملعبه وسط جماهيره وعنده لعيبه مش قليله، فهيرجع، هيرجع راجع، هو راجع، بس هو كان الشوط الاولاني انت ضغطه وعامل شكل كويس، هو اتفاجئ بادائك. لكن حصل من بدايه الشوط التاني كميات الجري قلت جدا، وده كان طبيعي من اللي حصل. طبعا كميات الجري تقل يعني يحصل تفكك، يحصل تفكك، خطوط ابتدت تتباعد، حتى لما الخطوط كانت بتبقى قريبه اللاعب مش قادر يكمل. طيب فانت الفرص ابتدت تتخلق لفرنسا، واحده ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه، لغايه لما جت واحده اللي هي بعد التعادل. فانت خلاص انت احنا كلنا قاعدين الشوط الثالث والرابع مستنيين فرنسا، الطرد اللي حصل وهكذا. وطبعا الطرد زود عمر فايد، ولكن عمر فايد طبعا طرد زود، ولكن انا اقصد حتى قبل الطرد كان واضح الحاله اللي هي التفكك دي، وهم ابتدوا يسيطروا على الماتش خالص. يعني انت لما تبص للباك الشمال بتاعهم طوال الشوط الثاني واقف كجناح شمال، لدرجه ان زيزو بيرجع لغايه عنده عشان يدافع ويخش محمد شحاته جوه يقفل مع الاربعه، زيزو يعني عشان بيطلع يهاجم بسبرنتات قدامه عشان يرجع ورا تاني يغطي وبتاع، مساحات كانت كبيره بيوصلوا كتير قوي ومن الطرف التاني كده وكميه تسديدات على المرمى. فالحاله ما اقدرش اقول ان ايه انه احنا اتخطفنا، لا ما اقدرش اقول كده. يعني هو الماتش بالنسبه لماتش المغرب ممكن برغم ال 120 اتنين 120 دقيقه على فكره، باراجواي 120 دقيقه وفرنسا 120 دقيقه، نقدر؟ ما هو انت لو وصلت طالما وصلت للمرحله دي بتلعب على برونزيه فانت تقدر، المستويين في تقارب صحيح، هم ما لعبوش ال 120 دقيقه في ماتشين، وكمان هم عندهم ثلاث لعيبه كبار. احنا برضو من الاخطاء من وجهه نظر اللي حصلت رغم الاداء الكويس انك انت ما ضفتش اللعيب التالت،
حتى لو في ناس انديه مثلا ما وافقتش والكلام ده، ودي اجنده دوليه وكل العالم او معظم العالم في لعيبه كتير جدا ما راحتش في انديتها، وحتى احنا لما طلبنا الاجانب المصريين اللي ايوه زي صلاح ومرموش وتريزيجير انديه ما رضيتش، يعني اشمعنى بقى الاهلي او بيراميدز او لا، فطبيعي ده بيحصل. بس الغلطه انك انت ما خدتش الواحد الثالث، لان في الدوري المصري كان ممكن في لعيبه العنصر الثالث ده كان يفيدك. ثانيا برضو انا مثلا واحد زي حسام اشرف كمهاجم انت برضو كنت محتاج، يعني انت في شويه حاجات كده. انت المشكله اللي عندك دلوقتي انه واحد زي عمر فايد طرد الماتش اللي فات مش موجود، حاله الاجهاد شويه اللي موجوده، ما اعرفش احمد عيد هيكون رجع ولا لا. لا 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 احمد عيد بره برضه. انت خسرت احمد عيد ليه بقى؟ خسرت احمد عيد مش عشان شحاته وحش في الباك رايت، ولكن احمد عيد كان عامل لك زياده ان شحاته يلعب في نص الملعب. أيوه. وفي واحد من بتوع نص الملعب ممكن يبقى بديل ينزل. أوه. انت المشكله اللي عندك غطاها كده كلها. انت المشكله اللي عندك انك لما بتقع الاحتياطي مع احترامي الكامل مش بيسعفوك بنفس درجه ده الناس اللي موجوده جوه الملعب. فدي النقطه اللي تخوف شويه. لكن المنتخب ادى بشكل كويس، يعني مثلا عندك حسام عبد المجيد وعمر فايد عملوا ماتشات هايله، احمد عيد طبعا. لكن في ماتش المغرب ان شاء الله نقدر ان احنا نعمل ماتش تقيل. نقدر بس هما برضو المنتخب المغربي على فكره منتخب مش سهل. هايل طبعا. اشرف حكيمي قوة غير طبيعية معاهم، وسفيان رحيمي الزلزولي حارس المرمى، وحارس المرمى هايل عندهم كمان. انا يعني بس عشان الواحد يتذكر اسمهم اللي هو امير ريتشاردسون ده هايل ده، واسامة ترجلين والياس بن صغير والياس اللي هم الاربعة بتوع نص الملعب. اخماش ده لعيب كويس قوي 18 ده كمان. اخماش طبعا اللي هو 10 ده هايل، ورقم 18 اللي هو الاشول الطويل اللي هو امير ريتشاردسون ده. فهم برضو منتخب قوي. لكن هنشوف ماتش حلو. ماتش حلو ان شاء الله، وان شاء الله يعني يبقى يعني الفرقتين العربيين بيلعبوا على البرونزيه حلوه، فالامور حلوة متقاربه. حلوة. نتمنى التوفيق يكون مع مصر يا رب، لان التوفيق مهم، مهما بتادي مهم في كره القدم. فبالتوفيق لانه المنتخب عمل ماتشات كويسه، وبالتوفيق ليهم. يعني شرفتني ونورتني. الله يخليك. نجوم واحد نجم من نجوم الكره المصريه بجد. الله يكرمك. الله يخليك كابتن اسامه عرابي كان نجمنا النهارده، بشكره شكرا جزيلا. وفي النهايه بشكر حضراتكم، وباذن الله نلتقي بكره على خير في حلقه جديده مع الهداف الساعه 11 ان شاء الله. السلام عليكم.